الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير. هبدأ الحلقة النهاردة بكلام مهم جدا فيما يخص نائب رئيس النادي الأهلي الوزير العمري فاروق. النهاردة وكالعادة الحقيقة كل يوم عدد كبير جدا من محبي النادي الأهلي ومن محبي الوزير نائب رئيس النادي الأهلي الوزير العمري فاروق كانوا متواجدين في المستشفى. بيبقى الناس قاعدة طول النهار الحقيقة، من الصبح بالليل ممنوع الزيارات، محدش بيطلع يشوفه، محدش ولكن الناس بتبقى موجودة من الصبح بالليل. الناس اللي بتبقى دايما موجودة والده ووالدته، والده ووالدته واخواته طبعا وزوجته وأولاده كلهم موجودين دائما، ولكن أنا هتكلم تحديدا عن والد الأستاذ العمري فاروق. نده عليا النهارده قال لي اسلام لو سمحت، جه قعد معايا قال لي بص الاخبار اللي مكتوبه عامله ازاي، قال لي الاخبار كذا وكذا وكذا، والحقيقه اخبار مكتوبه هي اخبار ليست صحيحه. جماعه من فضل حضراتكم، من فضل حضراتكم، الناس اللي بتكتب اي حاجه على السوشيال ميديا المرض ما فيهوش اجتهاد. في ناس كتيره بتقرا، يكفي ان انت تشوف دموع والد الأستاذ العمري فاروق بيتكلم عن واحد من الأسماء كاتب بوست هو غلط، كله غلط، كله غلط. فده لا يندرج يا جماعة تحت بند اجتهادات صحفية ولا الكلام ده خالص، ده توجه إنساني بحت. والده قاعد ووالدته لقيتهم بيعيطوا، قاعدين بيعيطوا. الكلام ده صحيح يا كابتن؟ قلت لهم احنا قاعدين في المستشفى معاكم، احنا قاعدين في المستشفى وشايفين اللي بيحصل وشايفين الاهتمام الكبير وفق بروتوكول من افضل البروتوكولات في العالم. انا بقول لحضرتك كلام انا عارف انا بقول ايه. الاستاذ العمري فاروق بيعالج وفق بروتوكول من افضل البروتوكولات في العالم، هناك كونسولتو كبير جدا على حالته. فمن فضل حضراتكم محدش يكتب كلمة وهو مش عارف هو بيقول ايه. من فضل حضراتكم لو شفتوا اللي انا شفته النهاردة حضراتكم هتزعلوا جدا جدا جدا، ومحدش هيكتب كلمة على السوشيال ميديا الا لما يبقى متأكد، ومحدش متأكد لانه احنا موجودين طول النهار. نادي الاهلي كله موجود طول النهار في المستشفى طول النهار، من 8 الصبح هتلاقي ناس لغاية الساعة 8 الصبح تاني يوم هتلاقي ال 24 ساعة فيهم ناس قاعدين تحت. محدش يعرف الحالة لأنه الناس هناك بتعمل وفق بروتوكول زي ما بقول لحضراتكم بروتوكول عالمي وبيتم تنفيذه على أيادي وأفضل الأساتذة والدكاترة في مصر بيتعاملوا في هذا الأمر. لو تشوفوا حضراتكم من النهاردة والد الأستاذ العمري هو بيدمع ووالدته، والله العظيم ثلاثة يعني اي حد هيجي يكتب حاجه هيبقى واخد باله من اللي بيكتبه. فمن فضل انا اسف ان انا منفعل في هذا الامر، لكن الامر كان قدامي وكان يعني راجل بيكلمني. ف كل اللي مطلوب انا ما اعرفش يعني ما اقدرش اوصف لحضراتكم الحاله ايه لان انا مش دكتور، ما اعرفش اطلع اقول والله اصله الوضع كذا والوضع كذا لا لا لا، انا لا اقدر اقول لك الوضع كويس ولا اقدر اقول لك الوضع وحش. لما يطلع بيان من المستشفى هنطلع نقوله لحضراتكم، لما يطلع بيان من النادي الأهلي هنطلع نقوله أو نتكلم فيه مع حضراتكم، لكن كل يوم أطلع أتكلم مع حضراتكم مش أنا لوحدي، أنا وكل زملائي في قناة الأهلي وكل زملائي في يعني أنا سمعت النهارده الراديو كله الحقيقة أهلاوية وزملكاوية طالعين يقولوا ادعوا للعمري فاروق، كل القنوات الرياضية وكل البرامج الرياضية أول حاجة يقول لك ندعي لأهلنا في غزة وندعي للعمري فاروق. فكل اللي أنا بطلبه من حضراتكم أرجو تكثيف الدعاء فقط لغير، وحضرتك بتصلي حط في صلاتك دعاء لهذا الرجل فقط لغير. الحالة إيه ومش الحالة إيه والكلام ده كله يعني ما حدش يقدر يوصف لحضرتك إيه الحالة إلا حد دكتور متخصص، لأنه أمر صعب زي ما احنا عارفين من أول يوم وزي بيان الأهلي من أول يوم واضح. فاللي بقوله لحضراتكم كل اللي برجوه من حضرتك ان انت تدعو لنائب رئيس النادي الاهلي الوزير العمري فاروق.
اي حاجه بتتقال في اطار اصله الوعي الكونشس بتاعه كذا، ف الوعي بتاعه كذا فبقى كذا، الكلام ده غير صحيح. محدش يعرف الكلام ده. محدش يعرف هو كان كام بقى كام. قل او زاد محدش عارف. لانه من ضمن البروتوكول اللي بيتعمل، البروتوكول زي ما قلت لحضرتك هو بروتوكول عالمي. بيتم تنفيذه هنا. فاللي بقول لحضرتك من ضمن هذا البروتوكول ان معلومات قليله جدا اللي بتتقال في هذا الامر الا لاهله. للدائرة المقربة فقط لا غير. ليه؟ أنا معرفش يعني. ده بروتوكول معمول بيه. عشان كده أنا بقول لحضرتك، معلش أنا آسف مرة تانية، خلي بال حضرتك وانت بتكتب أي حاجة على الفيسبوك أو على أي حاجة من المواقع التواصل الاجتماعي، خلي بالك ممكن جدا تكون هتضر حد. والده قال لي بص يا إسلام، وقعد يعيط الراجل. والدته بص يا اسلام وقعد يعيط، وقعدت تعيط. قالت لي هو الكلام ده بجد؟ قلت لها احنا قاعدين معاكم، احنا مع بعض. فمعلش اعذروني للعصبيه والنرفزه في هذا الامر، ولكن اللي انا شفته واللي كتير النهارده كانوا واقفين كلام كتير بيتكتب، وهو كلام والله العظيم ثلاثة اشهد ان الكلام اللي مكتوب كله تقريبا 80 من 80 ل 90% من الكلام اللي مكتوب هو كلام غير صحيح بالمره. غير صحيح. يعني انا قعدت اقرا البوست اللي الاستاذ فاروق العمري ورهولي، والد الاستاذ العمري فاروق، قعدت اضحك لانه البوست مش صح، كله مش صح. فارجو من حضراتكم ان احنا ناخد بالنا والنبي واحنا بنكتب هذا الكلام. وانا لا ارجو أو أرجو من حضرتك غير حاجة واحدة فقط، وهي الدعاء للسيد العمري فاروق فقط لا غير. هو ده اللي نملكه دلوقتي، لكن حالته عاملة إزاي؟ هيحصل إيه بكرة؟ هيحصل إيه دلوقتي؟ هيحصل إيه بعده؟ لا أحد يعلم، ربنا بس. ننتقل إلى أو نظل داخل النادي الأهلي. الأهلي عايز أقول لحضراتكم إن أو نروح لكرة القدم. الأهلي رغم إنه راح لمدة أسبوع من بعد مباراة الجونة الأخيرة في الدوري، لكن اسم النادي الأهلي لا يزال يتردد عالميا. يا عم إسلام بقى ما تقعدش تعمل لنا فيها إن أنت والأهلي عالمي وبتاع. مش أنا والله حضرتك، أنا راجل بنقل الحقيقة أو بنقل ما قيل عن النادي الأهلي هذه الأيام. واللي قال كده موقع عالمي أو بلاش موقع، الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء أعلن عن وجود النادي الأهلي في المركز الثالث لأفضل أندية العالم، لأفضل أندية العالم خلف ريال مدريد الأسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي. أهو زي ما حضرتك شايف كده، ده تصنيف من 1 نوفمبر 2022 أنا آسف ل 31 أكتوبر 2023، زي ما هو مكتوب كده. التصنيف ده بالنقاط. يعني إيه بالنقاط؟ النقاط دي مهمة جدا، لأنه عندما حصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن حصل عليها بالنقاط مش بالبطولات، بالنقاط. فالتصنيفات دي لما بتكون وفقا للارقام بيكون ليها مدلول واضح. واضح ايه هو المدلول ده؟ النجاح، وان الاهلي دائما ما يكون في الرياده. بالمناسبه النقاط، في كل الاستفتاءات او التصنيفات الجيده او المحترمه او بتاعه الفيفا عموما كلها بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على تراكم النقاط وليس عدد البطولات. فالتصنيف الشهري مثلا بيبقى ايه؟ تراكم اعداد عدد النقاط لكل منتخب او لكل فريق. انا بس حبيت ده ما بين قوسين عشان ما يقال في موضوع نادي القرن، الموضوع ده منتهي يعني، ولكن يعني
لو فكرت حضرتك شوية ورجعت للتاريخ في آخر 20 سنة على الأقل، هتلاقي على صعيد كرة القدم، أنا بتكلم بقى في مصر، مش هتلاقي غير النادي الأهلي اللي بيتردد اسمه عالميا في مختلف المواقف، سواء كأس العالم للأندية أو أي تصنيفات تخص العالم، أو حتى المنافسة على الأكثر تتويجا بألقاب قارية على مستوى العالم، أو في التكريمات العالمية اللي بيحظى بها النادي الأهلي دائما ما يكون وسط أكبر الأندية في العالم. ريادة النادي الأهلي مش من فراغ، ريادة النادي الأهلي نتاج لعمل متواصل ولمجالس إدارات متعاقبة بيحكمها تقاليد ومبادئ النادي الأهلي، والتقاليد ومبادئ النادي الأهلي دي جوه سيستم النادي الأهلي اللي بيخلي كل من ينتمي إلى هذا الكيان يبذل كل جهد علشان يرفع اسم النادي الأهلي عاليا. وبالمناسبة الكلام اللي أنا بقوله ده مش في كرة القدم فقط، ولكن ده في كل الألعاب، كل الألعاب، وهتكلم في بقية الحلقة عن أجزاء عن ما يحدث في كرة اليد مثلا وما يقال هذه الأيام عن كرة اليد. ولكن كل اللي بنقوله دلوقتي أن هذه الريادة ليست من فراغ، العمل المتواصل بيكون نتيجته في النهاية هي النجاح. وبمناسبة النجاحات، النجاحات مش بتتحقق باللقطة أو نجاح لحظي أكسب ماتش أو أتغلب ماتش في حالة الفشل يعني. والطموحات عند النادي الأهلي لا تكون طموحات محدودة، ولكن بالعكس النجاح بيجي دائما من الاستقرار. والاستقرار ده إيه اللي بيفرضه على الجميع؟ منظومة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي اللي بيكون دايما أول الحريصين على استقرار النادي الأهلي هو جمهوره. ممكن نبقى زعلانين، جمهور النادي الاهلي ممكن يبقى زعلان، ممكن يطلع ينتقد اداء اسلام وينتقد اداء الجهاز الفني وينتقد اداء اللعيبه وينتقد اداء الاداره وينتقد زي ما ينتقد، ولكن هو اكتر حد بيبقى حريص على النادي الاهلي وعلى استقرار النادي الاهلي. وجمهور النادي الاهلي دايما في ظهر ناديه وفي مجلس ادارته مهما كانت الانتقادات والخلافات في اي وقت يعني، الحمد لله هذه الايام الامور جيده جدا. ودايما جمهور النادي الاهلي بيبقى في ظهر كل الفرق اللي بتلعب باسم النادي الاهلي، سله، طايره، يد، كوره، تنس طاوله، اي حاجه، سباحه، كره ماء، اي حاجه، اي حاجه. هو ده دايما اللي بيخلي النادي الاهلي ناجح، بيخلي النادي الاهلي دايما في الرياده، اللي بيخلي النادي الاهلي زي ما احنا شايفين كده يعني. انا اسف هرجع مره اخرى للوزير العمري فاروق، كل الناس موجوده من يعني في اي وقت تروح كانك قاعد في النادي. بالمناسبه النهارده وانا موجود هناك شفت مثلا مين؟ الحاج محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري جاي من اسكندريه مخصوص عشان يطمن، بس هو عارف ان هو مش هيزوره. وهو نادي الاتحاد السكندري اصدر بيانا عن هذه الزياره واحترامه الشديد للعمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي. نائب رئيس النادي الاهلي. فعشان كده انا بقول لحضراتكم وانت قاعد كده تتفرج، والله تبقى قاعد تتفرج كده تتعلم دروس. كابتن خطيب ممكن يكون عنده حاجه تلاقيه كده فجاه كابتن خطيب دخل سال الدنيا اخبارها ايه، يقعد شويه وكابتن يعني تعبان، حضراتكم عارفين من المفترض ان هو يكون مريح مفروض، ولكن هو بيجي يا كابتن كلنا بنقول مش اسلام كلنا بنقول له يا كابتن، يقول لك ماشي يا حاج اسمع يعني، ويجي وشوف الاحوال ويطلع للدكاتره ويسال بنفسه هنعمل ايه والفتره اللي جايه ومحتاجين حاجه مش محتاجين حاجه. كل الناس مش الكابتن بس، كل الناس اعضاء مجلس الاداره بالكامل موجودين دائما ما عدا الاستاذ طارق قنديل اللي بقول له الف سلامه يعني، عنده حزام ناري او اعلن عن اصابته بحزام ناري امبارح، فالف سلامه يا استاذ طارق، الف الف سلامه عليك. ولكن كل اعضاء المجلس، استاذ جرحي موجود، سراج موجود، ضماطي موجود، دكتور محمد شوقي، استاذ خالد مرتجي، الكل. انا مش عايز بس عشان ما انساش حد من الاسماء، مي عاطف شفتها، كل الناس موجوده. عائله النادي الاهلي واقفه مع بعض، واقفين مع الاستاذ هشام العمري والاستاذ خالد العمري والوالد والوالده والاستاذه ومدام مي زوجة الأستاذ العمري وبنته وابنه
وابراهيم ابنه كلنا واقفين ما بنشوفوش ولكن واقفين معاه مع كل الاسماء دي. فعشان كده وانت قاعد بتشوف اللي بيحصل تعرف قد ايه النادي الاهلي ده نادي ناجح وكبير جدا جدا جدا، ويظل النادي الاهلي او سيظل النادي الاهلي طول ما عندنا جماهير. الجماهير معديه بره تخش تسال وتمشي، ناس عارفه او ناس جايه من اخر الدنيا والله العظيم ثلاثه يجوا يسالوا اخبار الاستاذ العمري ايه، كويس نقدر نشوفه، لا طب شكرا سلام والنبي طمنونا عليه. فاللي بقوله لحضرتك معلش انا كل شويه برجع لهذا الامر لانه الامر صعب، الامر صعب ان انت تشوف والده ووالدته قاعدين والله العظيم وبيشوفوا بتاع كده يقول لك يا جماعه ده كلام. مره تانية انا بأكرر، هو ليس سبق صحفي وليس مثار جدل، هو صحه الناس شيء انساني بحت، يعني ما فيهوش جدل ولا في شغل صحافه ولا شغل اعلام، انا بقول لحضرتك اللي انا شفته هي حاجه انسانيه. فعشان كده صدقوني ما تسمعوش كلام حد، وصدقوني لما يبقى في اي حاجه سواء ايجابا او سلبا هطلع اقول لحضرتك انا او اي حد في قناه النادي الاهلي، هتلاقي موجود على او حد هيكتب على الموقع الرسمي للنادي الاهلي استاذ جمال جابر. مره تانية النادي الاهلي نجاحاته كبيره جدا جدا جدا، ويظل دائما النادي الاهلي يعني ان شاء الله نشوف دلوقتي النادي الاهلي في المركز الثالث ما بين اكبر انديه العالم على حسب الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن وجود النادي الاهلي في هذا المركز بين اكبر انديه العالم. يوما بعد يوم يواصل المارد الأحمر تألقه بإنجازاته وبطولاته وأرقامه القياسية وتواجده مع كبار أندية العالم، فهو نادي القرن الإفريقي والنادي الأكثر تتويجا بالبطولات على مستوى العالم. تفوق المارد الأحمر على كبار أندية أوروبا بعد أن تقدم التصنيف السنوي للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء إلى المركز الثالث بعد أن كان يحتل المركز الخامس، وذلك خلال الفترة من شهر نوفمبر 2022 حتى 31 من أكتوبر 2023. ما حققه المارد الأحمر إنجاز تاريخي غير مسبوق، حيث لم يسبق لأي نادي عربي أو إفريقي أو آسيوي الوصول إلى المركز الثالث في التصنيف الإجمالي السنوي للأندية. تقدم النادي الأهلي مركزين عن السنة الماضية بعد أن كان يحتل المركز الخامس، خاصة وأن الفريق الأحمر نجح في حصد العديد من النقاط بعد المنافسة الشرسة على البطولات خلال الفترة الماضية. حل الأهلي في المركز الثالث متفوقا على برشلونة الإسباني برصيد 244 نقطة خلف العملاقين ريال مدريد الإسباني الذي حل ثانيا برصيد 288 نقطة، ومانشستر سيتي الإنجليزي متصدر التصنيف برصيد 296 نقطة. وتفوق المارد الأحمر على إنتر ميلان الإيطالي الذي حل رابعاً برصيد 241 نقطة، كما تفوق على بالميراس البرازيلي الذي حل في المركز الخامس برصيد 212 نقطة. إنجاز آخر جديد للمارد الأحمر ليواصل كتابة التاريخ وحصد الأرقام القياسية ليفرض وجوده مع كبار أندية العالم. جمهورنا بتعود على البطولات والانتصارات، الجمهور اللي دايما في ظهرنا وشاركناه عمرنا. خليكوا فاكرين دايما ان النادي الاهلي مش نادي عادي، الاهلي بيصنع طول عمره تاريخ، والتاريخ ما بيتحققش ببطوله ولا اتنين، التاريخ باذن الله لازم يستمر طول السنين. الاهلي وراه مجد ودايما بيسال ماذا بعد، الأهلي عينه على بكرة، مكمل في طريقه بعزم ولاده ورجاله وجمهوره. طيب وصلنا لفقرة حائط صد. طيب تخيل حضرتك أن بطولة السوبر جلوب هي بطولة فاشلة، السوبر جلوب اللي النادي الاهلي خد فيها بطوله كاس العالم لكره اليد في كاس العالم للانديه لكره اليد
انا ليه بقول لك كده؟ طبعا ليست بطوله فاشله ولا حاجه، عشان ما ياخدوش بس الكلمه دي، لان احنا خلاص بقينا فاهمين اللعبه. لما الاهلي بيكون في اي بطوله تقول ايه؟ هذه البطوله هي بطوله سهله وضعيفه ومش مهمه واستعراضيه. لما الاهلي يكون بره هذه البطوله الناس تقول ايه؟ انها بطوله اقوى نسخه واصعب نسخه. و عارفين حضراتكم طبعا هذا الفيلم، يعني فيلم. لكن لما تلاقي ترويج على السوشيال ميديا لفكره ان الاهلي ما عملش حاجه في بطوله السوبر جلوب اللي هي بطوله العالم لانديه كره اليد، ولما تلاقي تقليل من نجاح النادي الاهلي في هذه البطوله، فلازم لما اجي ارد بالارقام بالحقائق مش بالكلام. يعني عندما احرز النادي الاهلي بطوله سوبر المركز الخامس في السوبر جلوب باليد في المملكه العربيه السعوديه، فهو حقق نتيجه جيده. ليه حقق نتيجه جيده؟ لانه هما كام فرقه راحوا؟ 12 فرقه، 12 فريق كانوا موجودين في سوبر جلوب لكره اليد. فلما انت تاخد 12 فرقه عالميه وليست افريقيه مثلا او محليه، لكن هي 12 فرقه عالميه، لما النادي الاهلي ياخد الخامس في وسط 12 فرقه. طيب النادي الاهلي لما لعب برشلونه احد اكبر واهم واصعب واكبر انديه العالم، اتغلبنا من برشلونه ولكن كسبنا بقيه الفرق. لما تعرف حضرتك ان النادي الاهلي اصبح اكثر انديه افريقيا تحقيقا للانتصارات في بطوله العالم لكره اليد السوبر جلوب ب10 انتصارات، ويجي وراه الترجي التونسي والزمالك، فتعرف ساعتها ان الارقام هي من ترد عن النادي الاهلي. الارقام اللي بتقول ان النادي الاهلي افضل انديه افريقيا في كره اليد على الصعيد العالمي. الارقام اللي بتقول ان النادي الاهلي رابع العالم ولكن في كره السله، خامس العالم في كره اليد، رابع العالم في كره القدم، ومتأهل في كرة القدم لكأس العالم للأندية للمرة الرابعة إن شاء الله هتلعب في المملكة العربية السعودية مرة رابعة على التوالي. وكمان ضمننا المشاركة الخامسة في الولايات المتحدة الأمريكية في النسخة الجديدة اللي هتكون ب 32 فريق. فالأرقام عالميا بترد على أي حد بيحاول أن يقلل من نجاحات النادي الأهلي. بالمناسبة لو الناس اللي بتروج لهذا الكلام وبتقلل من إنجازات النادي الأهلي تبص على الصورة كاملة وتشوف احنا اللي احنا بنشوفه، يعني كجمهور النادي الأهلي هيعرفوا اننا كنادي أهلي بنحقق مثل هذه النجاحات وسط صعاب وتحديات كبيرة جدا، لأن إدارة ملفات متعددة بحجم الملفات الموجودة للألعاب الجماعية والفردية داخل النادي الأهلي أمر مش سهل. خلي بال حضرتك، أمر صعب جدا جدا جدا. يمكن الناس بتشوف النجاح بس، ولكن التكلفة بتاعت هذا النجاح مش التكلفة المادية فقط، هي تكلفة مادية كبيرة جدا، ولكن التعب، ولكن جمهور النادي الأهلي يستحق. المجهود الإداري اللي بيبذل، المجهود الفني اللي بيبذل عشان يتحقق هذا النجاح ما يستحقوش غير جمهور الأهلي. مش بتكلم هنا عن التكلفة الاقتصادية لا فقط، اللي هي بتبقى سبب رئيسي وعامل رئيسي في النجاحات، ولكن الأهلي دوره إسعاد جماهيره، الأهلي دوره تشريف كرة القدم والرياضة المصرية بالمناسبة في مختلف الألعاب على المستوى العالمي مش في كرة القدم فقط، لأن هي دي الصورة الحقيقية للدولة المصرية وتقدمها وتطورها. من المفترض أن بعض من وسائل الإعلام المحترمة تستوعب مثل هذا الكلام. أنا قلت بعض عشان بس ما يقوليش إيه إن أنا بعمم. أنا بتكلم عن إنك لازم تدي الأهلي حقه.
زي ما هناك البعض بيحاول أن يقلل من نجاحات النادي الأهلي، المفروض العقلاء أو المحايدين يكون عندهم إنصاف ويدوا النادي الأهلي حقه، وده اللي أتمنى أن هو يحصل، ده اللي أتمنى أن هو يحصل. من النهاردة بالمناسبة هيكون تركيزنا أكتر مع منتخبنا الوطني اللي هيبدأ مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم خلال الفترة القادمة. هتكلم عن المنتخب أكتر خلال الفقرة القادمة، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نتكلم عن منتخبنا الوطني. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. زي ما قلت لحضراتكم قبل ما نطلع هذا الفاصل، ان شاء الله تركيزنا بدايه من اليوم هيكون على منتخبنا الوطني اللي اصبحت فرصته اكبر الحقيقه بعد قرار زياده عدد منتخبات كاس العالم الى 48 منتخب. ده السبب اللي خلى الفيفا الحقيقه بيدي الاستضافه 48 منتخب برضو على دولة واحدة هتبقى صعبة جدا، وبالتالي الفيفا دلوقتي بيدي استضافة كأس العالم لملفات مشتركة بين دول كبيرة زي ما هنشوف في 2026 أمريكا والمكسيك وكندا، 2030 في المغرب وأسبانيا والبرتغال، وبالتالي قارة أفريقيا أصبح من حقها 9 مقاعد مباشرة أو من حقها التأهل مباشرة لنهائيات كأس العالم. وبيني وبينكم كده بالرجوع للتاريخ عندنا دايما مشكله في تصفيات كاس العالم، عشان كده ما ينفعش ابدا الناس اللي بتستهون بالمنتخبات اللي معانا. معانا بوركينا، معانا غينيا، معانا سيراليون، معانا اثيوبيا، بالاضافه الى منتخب جيبوتي اللي هنلعبه ان شاء الله يوم الخميس القادم. اعتقد المره دي ملناش اي حجه، مفيش اي مباريات فاصله، اللي هيتصدر المجموعه هيصل مباشره لنهائيات كاس العالم. مرة تانية الحذر، كل الحذر من إهدار النقاط أمام المنتخبات المنافسة لنا في المجموعة، المنتخبات اللي بنعتبرها في تصنيف أقل. يمكن أكتر تصفيات الناس زعلت عليها كانت 2002 على ما أتذكر، يمكن أكتر من 2010 كمان، لأن 2002 النظام كان مختلف، وكانت مجموعة كبيرة بتضم 5 فرق، وكنا مع المغرب والسنغال والجزائر وناميبيا، وللأسف خسرنا التصفيات دي مش من المغرب ولا من السنغال ولا الجزائر. كسبنا الجزائر ماتش وكسبنا السنغال ماتش وتعادلنا مع المغرب ماتش، لكن تعادلنا مع ناميبيا 1-1. دي النتيجة اللي زعلنا عليها، يمكن الكلام ده من 2002 كنت موجود على فكرة في الفترة دي، وخسرنا الصعود بفارق نقطتين يمكن بس عن السنغال والمغرب، وكسبت المغرب كنت تكسب هنا جوه وبره. فروي فيتوريا وجهازه الفني ماشيين بشكل رائع مع منتخبنا وقدموا مباريات كبيره جدا ومتميزه. حد يقول لك لا احنا لعبنا بلجيكا وكسبنا، لعبنا الجزائر ب10 لاعبين وتعادلوا معانا في اخر ثانيه وعاملين مباريات رائعه. وصلنا لكاس الامم الافريقيه، ان شاء الله ان شاء الله نستطيع ان ننافس على كاس الامم الافريقيه وناخدها. مهما كان وضع منتخبنا احنا دايما في ظهره ودايما بندعم منتخبنا الوطني، لأن النادي الأهلي دائما ما يكون أكبر داعم للمنتخبات الوطنية. زي ما قلت لحضرتك امبارح 18 أو 19 لاعب في جميع منتخبات مصر ما بين منتخب أول وأولمبي وشباب، فالنادي الأهلي هو الدعم الأكبر للمنتخبات الوطنية. طيب خلينا نروح لزميلنا الإعلامي الأستاذ محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخبنا الوطني. أستاذ محمد ازي حضرتك يا فندم؟ الفل عليك كابتن اسلام، صحتك يا ابو خير، وبضم صوت الصوره كابتن. يعني اتمنى الناس ترجع تتكاتف تاني حوالين منتخب مصر، وفي الاول وفي الاخر برضك يعني اسم مصر واسم المنتخب لما بيحقق نجاحات طبعا بتبقى حاجه كبيره، بتتحسب للكره المصريه كلها، بتتحسب للانديه ان انت عندك لعيبه كويسه. اللعيبه دي بيلعبوا فين؟ بيلعبوا في الانديه الكبيره، اهلي زمالك كبيره مثل سيوسور، الانديه اللي شركة في افريقيا. فان شاء الله يعني عندنا منتخب قوي، عندنا لعيبه عندها حافز يا كابتن وحضرتك طبعا، لعيب دولي ولعيب كبير، فعارف لما اللعيب يبقى عنده حافز وعنده حماس ان هو عايز يحقق نجاحات معينه، فدي بتساعد طبعا المدير الفني وبتساعد الفريق ككل ان هو يقدروا يحققوا الحاجات اللي مطلوبه منهم. مصريين جيبوتي وسيراليون، انت بتتكلم في حاجه مهمه جدا يا كابتن، اللي هو انت طول يعني معظم
معظم فترات او تصفيات افريقيا المؤهل كاس العالم بتوعه قدام فرق صغيره، لكن طبعا ده مش هيحصل ان شاء الله مع مستر روي فيتوريا. اللعيبه كلها جاهزه، مستر فيتوريا على طول بيتكلم مع اللعيبه، وحتى في المؤتمرات الصحفيه مع الاعلام بيتكلم في حته ان خلاص ما عادش في فرق ضعيفه زي زمان. مستوى الهلال الافريقيه اللي التصنيف بقى الرابع والخامس اللي هو زي زمان اللي هم يخشوا غير اربعه وخمسه، بقى الموضوع بقى مثال. فلازم تبقى داخل الماتش داخل مركز، عارف ان انت بتلعب بفرق يعني معظم افريقيا دلوقتي فيها لعيبه محترفه في معظم المنتخبات، فده امر مش سهل، لكن ان شاء الله باذن الله عندنا ثقه في اللعيبه، عندنا ثقه في الجهاز الفني. ماتش جيبوتي ان شاء الله يبقى يوم الخميس الساعه 6 بتوقيت القاهره. معلش يا استاذ محمد، هل عندك اولا التمرين لسه خلصان دلوقتي اللي انا عارفه مين من شويه؟ اولا طمنا على اخبار التمرين، ثانيا انا بيني وبينك برضو وكل مره بتخش معايا فيها بقول لك نفس هذا الكلام، انا بالنسبه لي ماتش مصر وتونس الودي اللي كان في استاد الدفاع الجوي، الماتش ده مسبب لي ازمه بيني وبينك، يعني لانه ما ينفعش مباراه حتى لو وديه تكون ما بين منتخب مصر ومنتخب تونس وما يبقاش فيها جمهور باللي احنا بالمنظر اللي احنا كنا شايفينه. هل من المتوقع او ان احنا نشوف عدد من الجماهير او عدد كبير من الجمهور موجود في ماتش الجيبوتي يوم الخميس؟ يعني ان شاء الله الامن وافق على حضور 30,000 مشجع في الاستاد ان شاء الله. باذن الله اتمنى طبعا يعني هيتم طرح التذاكر بكره ان شاء الله الجماهير تحضر ويبقى في اقبال، وده ويعني واتمنى كابتن زي يعني الاعلاميين كنت حضرتك يعني يحفزوا الجماهير ان هم يرجعوا تاني لمدرجات المنتخب. هيبقى في طبعا اتحاد الكوره والتنسيق مع وزاره الرياضه، هيبقى في برضك ناس هتحضر وهيحضروا الماتش باذن الله، في دعم جماهير للانديه ومراكز شباب ان هم الجماهير تبقى موجوده في المدرجات. يعني باذن الله كابتن يعني دي نقطه قد يعني المنتخب بيعاني منها مش السنه دي بس، لا بيعاني منها في الفترات الطويله جدا. معظم اللعيبه الكبار اتكلموا عنها، صلاح اتكلم عنها في المؤتمر الصحفي واكثر من لعيب اتكلم، اللي هو يعني الناس يعني ترجع تاني تشجع منتخبات زي شفنا في 2006 وبعد كده في 2008 و2010 من حققت نجاحات مع المنتخب وقتها. بس يعني ماتش تونس يعني وفي ماتشات ثانيه يا كابتن يعني كان فيها غياب جماهير ما كناش متوقعين ان الغياب يبقى كبير بالدرجه دي، لكن ان شاء الله هيتم تدارك المواقف دي في الماتشات اللي جايه، ماتشات انت داخل طبعا ماتشات 32 ماتشات تصفيات كاس عالم، فترات النقاط طبعا نقاط مهمه، فباذن الله اللعيبه كلها يعني تبقى على قدر المسؤوليه، والجماهير يعني يفرحوا الجماهير اللي هتبقى موجوده ويبقى حافز تشجيع الجماهير في الماتشات الجايه بعد كل اللعيبه وصلت يا استاذ محمد ولا لسه؟ اللعيبه المحترفين 22 لعيب موجودين النهارده يا كابتن في القران، محمد ومرموش وصلاح يعني هينضموا النهارده بالليل، وباذن الله بكره القوام كله 25 لاعب هيشاركوا في المران بصوره اساسيه ان شاء الله. النهارده 22 لعيب كلهم موجودين محترفين، وصلوا كان اول ما وصلوا الاثنين جي وحمدي فتحي وطارق حامد ومحمد شريف موجودين من اول اليوم، فاضل الثلاثه بس المحترفين كان مصر امبارح. فباذن الله واللعيبه كلها الحمد لله التدريب خلص، كان في استاد القاهره، الاجواء الحمد لله كويسه جدا، اللعيبه كلها مركزه، اللعيبه كلها عندها حافز، يعني معظم اللعيبه بيتكلموا كابتن معظمهم حتى كان موجود في كاس العالم سواء بقى الشناوي، فعارفين يعني طبعا اهميه. بيني وبينك برضه ما هو ما فيش يعني يعني انت خلاص ربنا يكرمك في هذه المجموعه كاول المجموعه تصعد الى كاس العالم، فيعني ما فيش مثلا مباراه فاصله ما بيننا وما بين السنغال، لسه كنت بتكلم في هذا الامر زي ما كان يعني اقصد السنه اللي فاتت يعني او التصفيات السابقه. يعني طبعا انت كنت قريب جدا من تاهل الفتره اللي فاتت وخسرت بضربات الحظ زي ما بيقولوا، ورغم الاجواء الصعبه جدا اللي كانت هناك كابتن كنت مصاحب للفريق الحقيقه، اجواء مش اجواء كره القدم خالص، مش عايزين نرجع خلاص مش هينفع نتكلم عنها صح، لكن المجموعه طبعا يعني الحمد لله يعني فرصه للمنتخب ان هو يعني يتاهل ويبقى اول مجموعه ويصعد ويبعد عن المباراه الفاصله اللي بتدينا ازمه في جدا سواء في ايام برادلي وبعد كده مع كارلوس كيروش ان شاء الله يعني المنتخب يتاهل، واللعيبه زي ما قلت لحضرتك كابتن عارفين يعني بيتكلموا على اللعيبه على قوه كاس العالم واهميه كاس العالم. نعم. والاهتمام الاعلامي والجماهير الكبير جدا مشاهدتهم كاس العالم، فعندهم حافز ان هم ان شاء الله يصعدوا كاس العالم ويفوزوا بهم.
نتمنى يا رب كل التوفيق وان شاء الله دعم ومسانده كبيره جدا لمنتخبنا يوم الخميس القادم، والكل يكون متواجد، كل جماهير المصريه تكون متواجده لدعم منتخبنا. شكرا جزيلا لزميلنا العزيز المنسق الاعلامي لمنتخبنا الوطني الاول الاستاذ محمد مراد. الحقيقه يعني برضو عايز اقول لحضراتكم، هي مباراه ما حدش يقول لي ماتش جيبوتي اصله ماتش سهل. ممكن يكون على الورق ماتش سهل، ولكن بريان كلوف واحد من اشهر مدربين انجلترا واشهر مدربين العالم كان له حكمه حلوه في الموضوع الماتشات السهل. المباراه على الورق سهله بالنسبه لي، بس للاسف الماتش بيتلعب على العشب الاخضر او على النجيله الخضراء مش على الورق. يعني ممكن تكتب على الورق حلو قوي منتخب مصر هيستطيع ان يفوز على منتخب جيبوتي 10 مثلا، يعني مثلا، ولكن والفوارق الفنيه ومحمد صلاح وتريزيجيه ومرموش وفرق التاريخ وفرق الاسماء وفرق المدربين وفرق المصاريف، فرق كل حاجه كل حاجه. ولكن صدقوني انا يعني الكلمه دي دايما انا حتى بقولها، النجيله ها موضوع تاني خالص، ممكن الكره ما تبقاش عايزه تخش، الله اعلم. عشان كده ان شاء الله مسانده كبيره جدا جدا لمنتخبنا الوطني يوم الخميس القادم في هذه المباراه. اتمنى ان انا اشوف 30,000 زي ما محمد مراد قال، اتمنى ان انا اشوف 30,000 متفرج موجودين ان شاء الله في هذه المباراه، وان شاء الله تكون بدايه جيده لمنتخبنا الوطني واستطيع ان يفوز، وان شاء الله ربنا يكرمنا في النهايه ونصعد الى كاس العالم مره اخرى. خلينا نطلع نشوف كالعادة تقرير عن أهم الأخبار المحلية والعالمية، ومن بعد الأخبار المحلية والعالمية أربعة من نجومنا الكبار اللي هيكونوا موجودين معانا، النجم الكبير كابتن محمد حشيش، الأستاذ عصام شلتوت، الأستاذ محمد أبو علي، الأستاذ أيمن جيلبرتو في ضيافة البيت الكبير. خاض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا ميرانه الأول في 7 مساء اليوم بمعسكره المغلق الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 21 نوفمبر الجاري، وذلك استعدادا لمواجهتي جيبوتي في 6 مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، ثم سيراليون يوم 19 الشهر نفسه في ليبيريا بالجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. ويشارك محمد صلاح في تدريبات المنتخب بدءا من غد، وانضم اليوم للمعسكر كل من محمد النني ومحمود تريزيجيه وطارق حامد ومحمد شريف على أن يصل باقي المحترفين تباعا. انطلق اليوم معسكر المنتخب الأولمبي بالقرية الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب قائمة المنتخب التي تخوض معسكر نوفمبر الحالي في الفترة من 13 وحتى 21 الشهر الجاري استعدادا لأولمبياد باريس 2024. وطالب ميكالي مسؤولي اتحاد الكرة بسرعة إنهاء الاتفاق على خوض مبارتين وديتين خلال المعسكر الحالي، واشترط ميكالي أن تكون المواجهات الودية أمام منتخبات أوروبية أو من منتخبات أمريكا اللاتينية. يواصل منتخب الشباب لكرة القدم بقيادة مديره الفني وائل رياض استعداداته المكثفة قبل مواجهة نظيره الليبي في 3 عصر بعد غد ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا للشباب تحت 20 عاما بتونس، والتي تسعى من خلالها المنتخبات للاستعداد لتصفيات كأس أمم إفريقيا وكأس العالم. يبدأ غدا منتخب الشابات تحت 20 سنة بقيادة محمد كمال تدريباته لمواجهة الكونغو بجولة الإياب من المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم. ووصلت اليوم بعثة منتخب مصر للناشئات للقاهرة قادمة من العاصمة الكونغولية برازافيل في طريقها للقاهرة استعدادا لمواجهة المنتخب الكونغولي في 19 نوفمبر الجاري في جولة الإياب بتصفيات المونديال. وتعادل منتخب الناشئات أمام مضيفه الكونغو برازافيل بهدف مقابل هدف في ذهاب الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024 والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا. أكد وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي
أن الملعب سوف يتم إغلاقه بشكل رسمي في الفترة من 16 من نوفمبر الجاري حتى 9 من ديسمبر المقبل لأعمال الصيانة، وقال منذ شهرين لدينا موعد محدد لإغلاق الملعب في وقت معين لزرع البذرة، وبالتالي لابد من الزراعة قبل يوم 16 من نوفمبر الجاري. وأضاف كان من المفترض غلق الملعب يوم 11، ولكن سيستضيف مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم، وهي مواجهة مهمة، وبالتالي كان لابد من تأجيل الصيانة. اختير النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في التشكيل المثالي لمنافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تألقه مع الريدز، واحتفل صلاح بالوصول إلى 200 هدف في كل البطولات الإنجليزية بعد تسجيله هدفين على ملعب أنفيلد أمام برينتفورد في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 3-0 أمس، بينما تم استبعاد هالاند من التشكيل المثالي. احتفل نادي برشلونة بالوصول إلى 200 هدف تحت قيادة مديره الفني تشافي هرنانديز بعد الفوز بالأمس على ديبورتيفو ألافيس 2-1 في الجولة 13 من مسابقة الدوري الإسباني، حيث رفع الفريق رصيده بهذه النتيجة إلى 30 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني. ونشر الموقع الرسمي لنادي برشلونة تقريراً عن 200 هدف مع تشافي في مباراته رقم 107، والتي شهدت استقبال نصف عدد الأهداف تقريباً التي سجلها الفريق، حيث اهتزت شباك البلوغرانا 103 مرات مع المدرب الشاب. كشف الإنجليزي الدولي هاري كين مهاجم فريق بايرن ميونخ عن رغبته في اللعب إلى جانب الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ونادي إنتر ميامي الأمريكي الحالي، ويأمل الدولي الإنجليزي في الحصول على بعض التمريرات الحاسمة من أسطورة برشلونة والتي ستساعده كثيرا في تسجيل الأهداف. وفي تصريحات نشرها موقع جول العالمي قال كين: أعني أنني أحب اللعب مع ميسي، نعم هو أحد أعظم اللاعبين الذين لعبوا لعبتنا على الإطلاق، لذلك أنا متأكد من أنه سيكون قادرا على إعطاء بعض التمريرات الحاسمة، لا هذا أكيد. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، النجم الكبير الكابتن محمد حشيش. ازيك يا كابتن محمد؟ اهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله تمام. ايضا الاستاذ ايمن جلبرتو. ازيك يا ايمن؟ كابتن اسلام. استاذ محمد ابو علي. ازيك يا استاذ محمد؟ منور كابتن. بارك الله كله تمام. ايضا ناقدنا الرياضي والكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ؟ اهلا بحضرتك. بارك الله كله تمام. انا عارف ان حضراتكم كل واحد عايز يقول كلمه عن الاستاذ العمري، لو اتفضلوا. يعني طبعا بنتمنى له الشفاء، والشفاء ده من عند ربنا، ولا نملك دلوقتي غير ان احنا ندعي له ونقول يا رب اوب السلامه لاهله والنادي الاهلي وحبايبه كلهم، وربنا يديله على قد اعماله الحلوه اللي كان عاملها الحقيقه. يعني وراجل محبوب من الجميع، وراجل يعني خدماته كتير للناس، وربنا ان شاء الله يشفيه ويقوم بالسلامه. ايمن. ربنا طبعا يشفيه ويعافيه ويطمن عليه ويطمن اهله وقرايبه عليه. راجل محترم جدا، من يعني احنا طبعا نعرفه من خلال النادي الاهلي، دايما من الاهلاويه المثل لناس كتير ارتبطت بيه وبسبب حبه للنادي. صحيح. الاهلي واعماله، فنتمنى له الشفاء. ويعني زي ما حضرتك قلت برضو بناكد كمننا في المجال، زي ما حضرتك قلت في بدايه الحلقه، في الاخبار اللي زي دي الافضل تتمنى له الشفاء. لو في بيان رسمي عن النادي او عن المركز الطبي تقولوا، لو في تصريح من احد الاقارب اللي هم اللي بيتكلموا تقولوا، غير كده الموضوع مش محتاج ان انت كل يوم تقول حاله الاستاذ عمري عامله ايه، او لان محدش فينا هيفهم، محدش عارفها، ولو انت قلتها محدش فينا هيفهمها لان محدش هيفهم مصطلحات طبيه. لا ما اقدرش اقولها بالظبط، وفي الاخر بتقلق. يعني ممكن النهارده اهله قاعدين هم في المستشفى شايفين وضع معين، يقروا حاجه تخضهم، يعني يقروا حاجه مثلا ما تعلمتهمش، فتبقى دي مشكله يعني. فبس ده اللي نتمناه من الناس يعني. طبعا يعني بندعي للوزير العامر فاروق، ربنا يا رب يشفيه ويعافيه ويرجع لاسرته الصغيره واسرته الكبيره. راجل يعني عاشق النادي الاهلي،
فعشقه كل جماهير النادي الاهلي. يعني انا يمكن بدايه معرفتي بالوزير العام عمرو فاروق يمكن في 2007 واخر 2007 في موقف انا مش ناسيه لحد دلوقتي. باللاعب الجزيره باسكت في الصاله، هو دايما ورا فرقه الباسكت من زمان جدا، والجمهور رايح الماتشات دي كانت بتبقى كابتن اسلام مجانا، يعني كانت بتبقى الجماهير بتخش كده عادي. فالناس فوجئت ان الجزيره عامل التذكره ب 20 جنيه وفي الوقت ده كانت تذكره القدم ب 5 جنيه او ب 10 جنيه، فمبلغ كان كبير جدا. فالجماهير كلها راحت للوزير عمرو فاروق اتكلموا معاه ومش هينفع ومش عايزين يدخلونا والتيكت وغاليه. فوجئت زي بقيه الناس وانا واقف بتكلم معاه انه جاب التذاكر كلها اشتراها من حسابه الخاص ووزعها على الجماهير، بس كان عمل ديل مع الناس بتوع الجزيره ان كل اتنين يخشوا بتيكت يعني، وتحمل هو واشترى التذاكر من يوميها. والجماهير الاهلي يمكن متعلقه بالاستاذ عمرو فاروق، ربنا يا رب يشفيه ويعافيه. حتى اخر مره اتقابلنا فيها مع بعض والله انا اخر كلام قال والله قال ادعي لي يعني دعواتك وادعي لنا، والراجل دلوقتي سبحان الله. فالمطلوب دلوقتي الناس كلها تدعي له وان شاء الله ربنا يعني يقوم بالسلامه ويشوف كم الحب من ملايين الناس اللي في كل حته كابتن اسلام بنمشي فيها. طمنا العامل فاروق عامل ايه، استاذ عامل فاروق عامل ايه. طبعا احنا بنتصل بحضرتك بتبقى موجود على طول، نتصل بزمايلنا اللي بيبقوا موجودين هناك موجود، مش عايزين نبقى يعني دكتور سعد موجود بيطمنونا موجود الحقيقه. فربنا يشفيه ان شاء الله ويرجع بالسلامه لبيته باذن الله. الحقيقه 25 سنه اعرف هذا الرجل، يعني جابر للخواطر، شخص على خلق. اما عن حب النادي الاهلي فده راجل مواليد النادي الاهلي بكل تاكيد، يعني الدعاء طبعا بيوصل له. ومحمد قال حاجه مهمه قوي، لما كن في طريقك، واكيد حضراتكم وكل اللي راح شاف المقطع ده، ناس طيبين، ناس لا هم يعني شخصيات عامه ولا زملاء نادي او مجلس او حتى جمهور معلوم، ناس طيبين جدا. يبدو ان هناك روابط انسانيه، يعني فكره جبر الخواطر يا ربي يعني يربط على قلب اسرته وكمان ينجيه يا رب العالمين. يكفي ان الاطباء بيتحدثوا عن اعجاز بعلم وطب طبعا، لكن اعجاز لانسان ربنا سبحانه وتعالى بيحب عبده العمري. وعشان كده فعلا اول مره وانت شغلتك الكلام لا تستطيع ان تقدر هذا الرجل حقيقي الا بطلب الدعاء. هذا هو فعلا ما يحتاجه الان العمري فاروق يا جماعه. مره اخرى بالفعل ما يحتاجه العمري فاروق هو الدعاء فقط. اي معلومات صدقوني، اي معلومات بتقال في هذا السياق هي معلومات غير صحيحه. انا بقول لك اهو من دلوقتي هي معلومات غير صحيحه صدقوني. لو في اي معلومات من حق كل الجماهير ان هي تعرفها هتعرفها من خلال المركز الاعلامي الاستاذ جمال جبر، الحقيقه دائم التواصل معانا في كل شيء، او من خلال قناه النادي الاهلي صدقوني هتعرفوا كل حاجه. لو في بيان طلع زي ما الاساتذه قالوا من المركز الطبي او من المستشفى، الحقيقه اللي قايمه بدور كبير جدا مع الوزير العمري فاروق، واللي زي ما قلت لحضراتكم علاجه بيتم وفق بروتوكول عالمي، هناك كونسلتو كبير. صحيح. ويمكن دي الحاجه اللي نقدر نقولها لحضرتك انه بالفعل هناك كونسلتو عالمي من كل يعني دول العالم للاتفاق على كيفيه علاجه. ايه اللي بيحصل؟ صدقوني والله ما حد يعرف، صدقوني ما حدش يعرف، لانها كلها معلومات طبيه ومصطلحات طبيه، يعني حتى لو اتقالت يعني اولا ممكن نقولها غلط، ثانيا محدش مش كتير اللي هيفهم مثل هذه. وبعدين ايه فايده الاخبار المغلوطه يعني انا عايز اعرف ايه فايدتها؟ اقول لك هتطلع ترند بيها مثلا على مرض. هناك من لا يراعي ربنا سبحانه وتعالى، مش المهنيه بقى والكلام ده. ليه؟ لانه فعلا ده في جزء من الاجزاء فكره الريتش، حاشا لله يعني ان حد يعمل ده، ده شيء يعني مأساوي يعني الحقيقه. طبعاً. والاخطر ان هناك الموت بيبقى صعب، اب وام يا جلبرتو تحديدا كان الله في عون دكتوره داليا ودكتور هشام دكتور خالد، لكن الاب والام بيتنشأ على خبر اي حاجه حلو. ممكن كويس. يتصور ان الاخوه دول قال ايه صحفي وعارف اتقي الله يعني. قال لي كده النهارده الوالد قال لي كده، قال لي اسلام يعني واحنا قاعدين عارفين مش عارفين وهم عارفين، وراني على التليفون يا عم، مش عايز اقول الاسماء. يا عم اكتب خبر في لعيب اتنقل وما اتنقلش، اللعيب فسخ ما فسخش. لا هو لا لا مغلوطه كتير. بص يا استاذ، لو عايز تعمل ريتش هنفترض ان انت بني ادم عايز خلاص ما فيش ما بتراعيش حاجه، عايز تعمل ماشي. كل يوم بس اكتب كده اعمل عنوان خبر
كثف الدعاء لعمري فاروق اهو مش طالبين بس كلمتين اهو. هو توضيح توضيح بس ايمن توضيح عشان الزملاء الصحفيين ما حدش يفهم غلط او ما حدش يزعل. يعني كابتن لما الناس تتكلم على اللي بيقولوا انا هتكلم عن انا بشكل اتكلم على اللي بيقولوا صحفيين ايوه اه يعني مثلا في برامج بتطلع بتتكلم يا جماعه في كذا 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 او بنطمن الناس يعني ما تقلقوش الراجل ده بس الصوره اللي قالها كابتن اسلام اللي هي فكره ايه بيقول تفاصيل الامر الان على لسان الكونسولتو بيقول 1 2 3 والباقي هو خالص الدعاء. هو في يعني لو في اخبار مش من باب اولى قناه الاهلي هتعرف قبل اي حد بقى في الوسط. لا مؤكد بس هو الاهلي المقربين انا اقصد يا كابتن بعض المقربين انت مثلا الضمائر السليمه عايز أيوة توصل بس انت السالة. بتيجي مثلا يا كابتن انا بصفه مثلا على اليوتيوب يا كابتن بنيجي نتكلم بتلاقي الناس طمنا قبل ما تتكلم على الاهلي وقبل ما تتكلم على الكوره طمنا على الوزير عامل فاروق بالظبط. فبتيجي تقول والله الحمد لله احسن الاطباء بيقولوا ان اللي بيحصل ده معجزه وان شاء الله تستمر ادعوا للراجل تقدر تقول الحاله مثلا لا لا خالص بتقول النهارده عمل جراحه عمل عشان كده في صحفيين كتير محترمين بيتكلموا بيطمنوا الناس على دماغنا ايوه لكن في ناس بتبالغ نسمع بعض بس اكيد المقصودين فعلا ما الناس ما اللي بيتحدثوا وكانهم عارف فكره أيوة كانه هي دي الاهم. ولكن في النهايه كل ما نتمناه هو الدعاء ربنا يشفيه يا رب ان شاء الله ويرجع بالسلامه باذن الله نائب رئيس النادي الاهلي. والحاجه الوحيده اللي من الممكن ان تغير الاقدار الدعاء ان شاء الله. كل ما نرجوه من سيادتكم اي حد بيتفرج علينا او اي حد اتفرج علينا او اي يصلي العشاء متاخر ولا حاجه او حتى هيقوم يصلي الفجر قيام بقى قيام او قيام اي حاجه من فضل حضرتك يعني حط في دعواتك دعاء للسيد العمري فاروق اللي بيحتاج بالفعل لهذا الدعاء خلال هذه الايام. نروح لكره القدم يا كابتن حشيش. ويعني برضو يعني احنا النهارده عاملين حلقه طبعا هتكون اكتر عن منتخبنا الوطني ولكن الفتره الاخيره النادي الاهلي رايك يعني الفتره الاخيره النادي الاهلي لازم نعترف انها مش احسن حاجه بالنسبه للنادي الاهلي مقارنه طبعا بالموسم اللي فات. مش بس النتائج ما بتكلمش عن النتائج انا بتكلم كمان على الاداء. في طبعا سوء توفيق للنادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت مع لازم نقول برضو بعض الأخطاء سواء على مستوى اللعيبة أو على مستوى الجهاز برضو في بعض الأحيان. يعني لو هنتكلم مثلا يعني بلاش نرجع لمباراتين 3-4 خلينا في آخر مباراة اللي هي بتاعت الجونة كان في طبعا مباراة مش أحسن حاجة فقدنا فيها نقطتين كانوا سهلين قوي إن أنت تاخدهم بأخطاء طبعا أخطاء من البداية في التشكيل ده في وجهة نظر الشخصية ممكن تكون غلط وممكن تكون صح. يعني بعض الافراد الجديده اللي نزلت انت دايما يعني النادي الاهلي لما اتفقنا كلنا ان لما بيقابل اي فرقه سواء كبيره او صغيره بتلعب باقصى حمل بالنسبه لها ان المباراه ده بالنسبه لها هو مباراه الموسم. طب معلش يا كابتن حشيش بمناسبه الكلام ده واسالكم بقى جميعا لانه هل ده معناه انه مستر كولر هو مدير فني وحش مثلا يا جيلبرتو؟ معنى الكلام قد يكون اخطا قد يكون عنده بعض الاخطاء ولكن هل ده يوصلنا ان احنا نقول وهناك بعض الاخبار ويمكن كنا بنتكلم عن هذه الاخبار الفيك يعني ان النادي الاهلي يناقش كذا ان هو يمشي والنادي الاهلي يناقش مش عارف ايه سمعت الكلام ده؟ طبعا ايش الاهلي اخبار يعني اخبار كلها مغرضه وناس يعني بتكتب عايزه تكتب اي حاجه مستنيه متربصه لاي حاجه. بس كابتن حشيش اللي عايز يبقى مغرض يتعلم يبقى مغرض يعني والله هو ده اقول لك انا عايز اوصل له بمناسبه الكلمه دي اقول لك حاجه والله العظيم كلامه صح ايوه صح والله كلامه صح مغرض بذكاء يعني لما تيجي تعمل حاجه طب يا اخي يعني احبوكه صح ايش عليها شويه يعني اتعب عليها صح يعني احد خلي عندك مهنيه يا كابتن حشيش احد الاعلاميين كان بيتكلم من شويه يعني انا بتكلم قال لك نصا كده كولر بيجبر الكابتن هاني رمزي انه يجيب مهاجم تحت السن قال كده نصا يجيب مهاجم تحت السن عشان ما يمشيش موديست اللي هو جايبه ده معلش لو هو عارف اللوائح شافه بقى وهو بيجبر هاني لا بغض النظر اسمع دي ده هو لو عارف اللوائح كده كده موديست مكمل لحد يناير واول اخر السنه حسب وجهه النظر موسم. لكن انت ما بتجيب حد تحت السن دلوقتي يا كابتن انت عايز تدعم خط الهجوم واللعيب تحت السن بيتقيد كل اول شهر هرجع على ذلك جيدا فانا عايز مثلا ادعم الهجوم بتاعي فممكن افكر زي ما عملت في كريستو كده اجيب لعيب تحت السن لو افترضنا الخبر صح يعني مش هنتدخل في شغل الـ الناس يعني لو افترضنا صح
فهو بيجيب عشان يدعم، عشان مسموح له في الفتره دي ان يدخل حد مش مرتبط بفتره قيد. صحيح. لا هي يناير ولا ستة ولا الكلام ده، ملهاش علاقه بمودست خالص، وملهاش علاقه ان الراجل بيقاطر على وجهه نظره، ملهاش علاقه بالاجبار بالظبط. يعني يا جماعه يعني حتى لو انت عايز تعمل صح يعني ذاكر لوائح اخلاقه بذكاء عشان حتى ما اعرفش امسكه عليه. لا يعني بص احنا ما احنا هو في قناه الاهلي يا جماعه، والناس بتنتقد اداء الراجل عادي جدا مفيش مشكله، بتنتقد اداء بعض اللاعبين على فكره اللعيبه موقت النقد ليه يعني كلمه النقد النقد ده بيبقى بناء، لما تناقش زي ما كانت عشيش كانت بيتكلم استاذ عصام واحنا في نقد بناء طبعا ونقد هدام او ليه غرض، ولكن النقد الهدام بقى اللي كنت بتكلم فيه ان هو ايه، ان هو يقول لك ايه ما هو بعد ده فده اصل كولر ده مدرب سيء ازاي كشف ازاي مستحيل. لا لا انا بشوف إزاي. ان لا انا بشوف وجهه نظر انا اسلام انه لا يا جماعه البيز يعني او الاساس ان الدنيا كويسه جدا والراجل كويس جدا وهايل، ولكن قد يكون اخطا قد يكون اخطا. طب ايه رايك كابتن اسلام نخش في الارقام شويه؟ يا ريت. دي برضو هتظهر على الارقام على طول حاجه. لا خلي بالك الارقام كشف، الارقام بتكشف تديك مؤشر على حاجه. الارقام يا جلبرتو من حسن الطالع في مؤسسيه النادي الاهلي انه دايما طبعا مع هذا العلم اللي بيبين قد ايه صحافي بيشتغل على الرقم اهو الاداره بقى، لما الرجل يكون التشكيله الدستة اللي معاه فيها كل الحاجات، يعني فيها محلي وقاري ودولي بالزبط. عشان ما حدش يقول ايه اصل هو الدوري يا عم ما لازم يكسب، اصل ايه افريقيا يا عم سهلة فلازم يكسب، اصل هو كاس العالم للأندية يا جماعة فلازم يكسب. يوم سبحان الله عشان جهد الناس مع الأخطاء، واللي أغلبها أنا بقول عند اللاعبين مش عند أي حد تاني، وهنكسر لهم الشماعات النهاردة من غير ما يزعلوا مننا، لكن في نفس الوقت سبحان الله تلاقي كل التشكيلة هتبينها طبعا الأرقام. انت هتروح فين بقى من كل البطولات اللي خدها مش لعب فيها أداء كويس بالظبط صح. فأنا عاملين زي مقارنة كده ما بين أول 13 ماتش، ما بين احنا خلاص في توقف أوكي. الموسم اللي فات مع كولر بما انه ابتدى معانا الموسم، وأول 13 ماتش الموسم ده، هتلاقي ان الأرقام على فكرة مش بعيد قوي اوكي، مش يعني يعني كنسب ارقام مش هتبقى بعيده بالظبط. فلو مثلا السنه دي في اول المشكله الوحيده هي النتائج، النتائج هي اللي خلينا ناخدها واحده واحده. الفوز 7 من 13، السنه اللي فاتت كان 10 اوكي، فطبعا دي بتفرق. التعادل احنا متعادلين 4 ماتش 9 نقط متعادلين. لا احنا نتكلم ده كله ماتشات دوري افريقيا وسوبر كله، حتى مباراه امبي اللي هي بتاعت الموسم اللي فات ده اتعادلنا 4 ماتشات، السنة اللي فاتت اتعادلنا 3 ماتشات كانوا بالمناسبة التلاتة دول كانوا في الدوري. خسرنا مباراتين السنة دي، لا مباراة اتحاد العاصمة ومباراة سان داونز. السنة اللي فاتت في أول 13 مباراة ما خسرناش. بس أنت أنا كنت برضو أتمنى مع الفارق يا كابتن آسف يعني إن أنت ال 13 مباراة دول أغلبهم كان دوري ممتاز، كان لكن أنت دخل عندك 4 ماتشات دوري أفريقي وماتش سوبر. واحدة واحدة. السنة اللي فاتت كان في ماتشين دوري ابطال افريقيا اللي هم الاتحاد المنستير اللي هم اللي انت عوضتهم هنا بالبن الاثيوبي سان جورج، اسف سان جورج، في مباراه سوبر مصري قدام نادي الزمالك كنت تكسبتها. فالسنه اللي فاتت الفرق ايه؟ انت ما لعبتش دوري سوبر ولا كاس سوبر افريقيا، بس لعبت سوبر مصري وكسبته. في نفس التوقيت ده السنه اللي فاتت كان في مشكله الناس بتتكلم فيها، لان النادي الاهلي كان تعادل مع سيراميكا وتعادل مع انا بقول لك ليه ايمن، اساسا سالت الراجل في المؤتمر الصحفي في ماتش سيراميكا، قلت له كوتش ايه الفرق بين الاهلي مع مارسيل كولر الموسم اللي فات بدايته وبدايه اللي قال لي انا بقول لك رد الراجل قال لي ايوه قال لي انا لعبت السنه دي اختلاف، يعني لعبت سوبر افريقي في بدايتي وده رتم عالي جدا غير رتم الدوري، لعبت 4 ماتشات في الدوري الافريقي غير ان انا الدوري كنت بقدر العب مستويات هنا المستويات اقل فبعمل روتيشن فبغير هنا المستويات اصعب السنه دي اوكي. مع عشان كده بقول لك كابتن برضو الارقام قريبه مع مختلف اوكي، مع اختلاف سجلنا كام؟ سجلنا 25 هدف اكتر من اللي هو السنه اللي فاتت الموسم الماضي 23 هدف، فانت بتتكلم الموسم الحالي انت استغليت هي نسبه الاهداف المتوقعه واحده، لكن تهديفيا في فرق جونين برضو قريبين. الاهداف المستقبله ودي اللي كان ازمتها في النتائج، لان كمان برضو مستوى الانديه اللي انت لعبتها يعتبر اقوى من السنه اللي فاتت. 9 استقبلنا 9 والسنه اللي فاتت كان 5 في نفس عدد الماتشات، وبنتكلم في نفس الاهداف المتوقعه بالنسبه لك يا واحد، بس مع الاختلاف ان السنه دي واضح جدا ان انت عدد الماتشات اللي دخل فيك التسع اهداف من 13 تقريبا كل ماتش بيخش فيك هدف، ده نسبه كبيره
للنادي الاهلي في بدايته بتاثر عليه في النتائج، هي دي اللي تسببت انت خسرت ماتشين وتعادلت في الدوري او تعادلت عموما اربع ماتشات منهم ثلاثه في بطوله انت خرجت منها وما قدرتش ان انت تكمل النهائي. الفرص المهدره برضو هي نسبه قريبه، دقه المحاولات على المرمى السنه اللي فاتت اربعه والسنه دي عفوا 34%، السنه اللي فاتت 37%، ولكن برضو المحاولات الصحيحه تلاقيها قريبه. طيب الفوز بالكره هنا دي اللي ممكن نبتدي نعلق عليها، الفوز وخساره الكره لا دي برضو بتتعلق فيها جزء بدني فيها جزء تركيز. السنه دي الرقمين اقل من السنه اللي فاتت بشكل واضح. في الانذارات هي واحد. طيب الارقام دي دلالتها ايه؟ احنا ممكن نقول ان ممكن لو احنا قاعدين كده لو احنا ناس بقى زي ما استاذ عصام شلتوت كده مغردين بس ما مش حرفيين هنقوم قايلين ايه؟ ارقام الاهلي السنه اللي فاتت قريبه للسنه دي، الناس اللي بتقول في مشاكل دي لا ما فيش مشاكل وحياتنا زي الفل. لا السنه دي اللي واضح ان احنا عندنا ازمه تركيز في الحته الدفاعيه. انا يعني برضو معلش عشان الحته الدفاعيه دي ويمكن الكابتن حشيش يرد عليا فيها دي انه ان الحته الدفاعيه دي مش معناها الخمسه ولا الاربعه المدافعين، لا الفريق يعني كله المنظومه الدفاعيه تعني ال11 الديفندرات والناس اللي قدام المنظومه الدفاعيه كامله. هقول لك يا كابتن حشيش حاجه ثانيه، يعني دي حاجه احنا ما كتبناهاش كل حاجه بنكتب، يعني مثلا السنه اللي فاتت النادي الاهلي جاب 23 جول في 13 مباراه، نسبه توزيعهم على الاربع بتاعت المباريات متساويه، يعني مثلا الربع الاول الاهلي جاب اربع اهداف، الربع الثاني اربع اهداف في كل الماتشات دي. السنه دي النادي الاهلي مثلا الشوط الاول اول نص ساعه في الشوط الاول نسب اهدافه اقل بكتير، يجي بعد كده تزيد في الربع الاخير في الشوط الاول، تقل مع بدايه الربع الاولاني في الشوط الثاني، تزيد بنسبه في الربع الاخيره في الشوط، عكس السنه اللي فاتت كانت كلها تحس ان انت في اي وقت في المباراه تقدر تسجل. فهنا واضح ان مشكلتنا عندنا مشكلتين، مشكله تتعلق ان احنا لسه فرقتنا جاهزيتها مش 100% او ايه او خليني الروتيش بالظبط او روتيشن زياده. خليني بقى اتكلم فيها، هنتكلم بس في حته الارقام كده خلصت. في اهم رقم عشان يبقى اديناهم حقهم انه ال 13 ماتش دول وال 13 ماتش اللي فاتوا في فرق 20 يوم، انت لعبت دول اعتقد في 78 يوم، شيل 20 يوم لعبت 58 ايوه 58 يعني السالفه اقل حضرتك تقصد كان ضغط اكبر يعني ايوه السنه دي بس السنه دي عشان في ماتشات دوري افريقيا، بس احنا السنه دي كان عندنا توقفات لا على اقصد السنه دي كان في توقف افريقيا عشان بس اما نقول اللعيبه صح وده كلام مهم جدا، اجزاء مهمه جدا لازم تستكملها هي اللي انا سميتها الشماعات صح وتاخير التغيير لو هنتكلم على كولر. خلينا السنه دي في اجازات يعتبر توقفات كتير ففيها اجازات، فانت المفروض انت كلاعب لوحدك تشتغل بالظبط ما ترتكنش. خلينا استنى نتكلم جزئيه صح. ايمن بيتكلم على حاجات يعني انت فاهم ازاي، يعني هو بيتكلم على حته الدفاعيه، فانا خليني اخد الجانب اللي هو في بعض الاخطاء اللي انا شايفها. يعني انا شايف الكام ماتش اللي فاتوا في اخطاء دفاعيه نتيجه عدم التمركز الصحيح، في نسبه توكل شويه بين اللعيبه في الخط اللي ورا، اعتماد على بعض، في برضه مشكله قائمه ما بين حارس المرمى والمساك في اكتر من كوره، اعتماد على بعض في كور. الحاجه كمان خليني برضه واخد الجانب السلبي شويه معلش لازم. يعني لا اصل شوف يا كابتن حشيش لازم نقول للناس ما نراه بالظبط لانه كده. ما اسهل التعديل في النادي الاهلي لانه في الاخر هناك جلسات هتحصل عشان تعالج الكلام. الراجل ما اسهله انه قال وانا عرفت المعلومه دي، لدينا بعض الاخطاء وتقريبا ذكر البعض منها يعني، بس لما حضرتك تكلم يعني انا برضو شايف في بعض المواقف وانتم حضراتكم كلكم شايفين الحته دي، بشوف ناس بتشوح لناس في الملعب ايوه ده برضو مش كويس، بيدي انطباع مش كويس. لا بس ده قد يكون عارف يا كابتن معلش معلش خلينا برضو ناخد الجانب الايجابي شويه كالعاده. أنا يعني انا خد يعني بص انا هاخد الجانب اللي هو انت قلته ورد عليا طبعا، لكن انا قصدي كلنا نرد، لكن انا قصدي اقول لك انه في مثل هذه التوقيت ويمكن ممكن لو حضرتك تبقى فاهم اللي انا بقوله ده، لانه انت لما تبقى لعيب تبقى مضغوط تمام، انت تلعب زي ما الاستاذ عصام قال 13 مباراه في 58 يوم تمام ولا في 60 يوم، ده بيحط عليك انت كشخص بقى كلاعب كوره ضغط، فيخليك تعمل حاجات انت ما بتعملهاش. بس انا اقصد ان الضغط ده في كلامك مظبوط يا كابتن، لكن مش في الار 2 والترمات 2 يعني إيه الار 2 ما ينفعش ان انت تبقى عايز تلعب يعني ايه. لا هو ما بيتكلمش على اللعب، هو بيتكلم على فني. وبعدين الضغط
طب ما انت مضغوط وانت عارف كابتن عشيش في نقطه مهمه حضرتك برضو ما خدتش بالك منها وانا بعتبرها الاهم في القصه دي وان احنا تلقينا عدد اهداف اكتر، انخفاض مستوى ديانج ومروان عطيه في كتير من الماتشات، ودول اول خط دفاع النادي الاهلي، ودول اهم ناس يقدروا يعني يلعبوك دفاعيا بامان ويوصلوك كمان للهجوم بشكل كويس. بحب ابقى واصل لها، اذا كنت بتتكلم على انخفاض مستوى لاي لاعب، هل ده معناه ان اللعيب وحش؟ لا لا انا عايز اوصل له، هو اللعيب ده اللي هو كان السنه اللي فاتت احسن واحد. هو يعني مروان نفسه اعترف وكتب الراجل وقال ان انا من بعد يعني موضوع والده رحمه الله عليه انا مش لاقي، يعني هو كتب حتى حاجه زي كده، فهو اللاعب حاسس بدي. حتى الراجل بيلعب كوكا النفسي مع الفريق طبعا، اعتقد مش عيب يعني، مش حاجه تقلل من اللعيبه. ما ينفعش انا ابقى في موسم لعيب كويس جدا والناس بتشيد بيا ولعيب هاي يقول لك امكانياته كويسه، وبعد كده بعد ماتشين ثلاثه لا طبعا. ما هو الكيرف بتاع اللعيب لازم، ما احنا بنقول يا كابتن ايوه بنقول انخفاض، بس احنا ما بنقولش ان اللعيب ده سيء، احنا بنقول اسباب الكلام ده عشان نحسن سواء انا كلعيب في الملعب او بره الملعب او من مدير فني. احنا متفقين ان احنا لازم اسلام ان احنا يعني نشتغل لا على لا وخلي بالك كل التخصصي شويه. يعني انا في كره معلش هقولها برضو فضل. ودي في اكتر من ماتش بالنسبه للمدافعين، مهما بلغت من الثقه ومن ان انا لعيب كبير قوي وان انا واثق في نفسي وبتكلم ما بكلمش حد معين، يعني ان انا لما اكون عليا ضغط هجومي والكره تتقطع انا ببقى كمدافع خلاص في النفس الثالث، ما ينفعش اديها لزميلي قصيره، ممكن اطلعها واحده بعيده عشان لما تترد اخدت نفسي. نفسي ووقف كويس نفسي. الكور دي اكتر من مره بيبقى واحد في على 18 واتقطعت الكره ما اقدرش اديها لزميلي جنبي، ما انا لازم اشيلها عشان زميلي ده كان عامل مشاوير وكان عامل كذا وكذا وتعباه، دي اتكررت اكتر من مره وبتتقطع وبتيجي حاجه خالص. بص الجمال بقى يا كابتن، احنا بنتكلم كده وعمالين وزعلانين الاهلي اول الدوري الاهلي وصل فاينل كاس، الاهلي دور مجموعات دوري ابطال افريقيا، الاهلي وانا لازلت مصمم خرج ظلم من الدوري الافريقي، ولو كان ضربه الجزاء بتاع جيلبرتو جيلبرتو بتاعت بيرسي تاو اتحسبت في مباراه هناك بريتوريا هناك كان 1-1 يا كابتن تخليك جاي هنا. ابو علي في الاهلي ده انا بقول لك بص فينا انا عارف في الاهلي كنت عايز اقول ضربات الجزاء بقى اللي لازم تيجي وفين الفرص اللي تجيب غيرها وفين الحكم أنا عايز أقول إيه؟ اللي يلغي جون تروح جايب له اربعه. انا عايز اقول يا استاذ عصام ان احنا بنناقش جوه البيت الكبير جوه النادي الاهلي اسباب الانخفاض واسباب ان احنا تعادلنا مع هي دي واحنا بالظبط النادي الاهلي دي النقطه اللي عايز انورها. الناس متضايقه جدا ومش عارف وانت مع ذلك لسه رايحين كذا وبننتقد استاذ عصام. ده اللي انا بتكلم فيه. الناس ده مهم جدا فعلا في وعلى الرغم من الارقام يا استاذ عصام سوري الارقام القريبه من بعض جدا مفيش حاجه يعني ما نقدرش نقول ان في كارثه ما تقدرش تقول ان في زي ما بيتقال. هو حضرتك مش شفت اخبار او حضرتكوا شفتوا اخبار ترنح النادي سقوط النادي شفتوا ولا ما شفتوش؟ شفتوا ولا ما شفتوش؟ شفنا بس دي الخطوره عشان الاهلي تعادل الماتش. هي دي مش الخطوره هي دي الخيابه. دي الخطوره انك انت تترك كلاعب اول حد تترك كلاعب يا يعني واحد يعمل لك فيها ان في اسد جسور اسمه سان داونز طبعا فرقه جامده وكل حاجه فيبدا يبقى مرعب. لا معلش يبدا مرعب في اللي جاي يوديك لدوري ابطال افريقيا وانت خايف عارف يوديك فين فشخصيتك فين انه في حاجه اسمها هيبه فيها يجي 30% وانت نازل كده طبعا صح تمام كلام زي ما بالظبط كده ما حدش ينزل يسخن وبيقول للناس هاي كده كان باب الاهلي يتفتح ولا زال وعشان كده ليس لدي اي قلق لان المعالجات ما اسهلها كلها ديفوهات كل واحد الراجل هيقول له حاجه بالاضافه الى ان الراجل نفسه بدا يراجع الكثير من فكره مهمه قوي يا جماعه وصححوا لي لو غلطان لا صح الراجل تصور ان لاعب الاهلي على قمه الاحتراف وده حقيقي بس هو راح مسويه بسرعه بانه تالت العالم بعد المان سيتي والريال طبقا للتصنيف صح استاذ مظبوط تاريخ ولا صح شغالين على ده تمام وبالتالي ساب النجم الاحمر 100% لنفسه وهذا ما لم يكن يفعله سابق. في الموسم الماضي ولا ينفع في لعيبة أفريقيا أو الشمال العربي الأفريقي تحديدا. وأنا تعرف أنا قلت إيه في القصة دي؟ أنا قلت إنه الأجازة اللي خدها قد تكون أكتر واحد مستفيد منها كولر صح. بيصفي ذهنه مرة تانية بيفلتر بقى
يفلتر ويغير، واللي انا طبعا عارفه ان هو هيتم تغيير استراتيجيات معينه في التمرين طبعا، لان هو دايما تمارينه مختلفه وعنده تمارين معينه بيعملها لناس معينه وكده، فاللي انا فهمته ان هيتم تغيير استراتيجيه التمرين. حتى لا ده معلومه كمان في السكه دي، عشان فكره الست ايام والسبع ايام اراها طويله، لكن جبت معلومه كده من ناس يعني قريبه من الراجل، انه الراجل ضمن منظومه بقى لا اصحى صحصح فوق انت وهو للعيبه، يعني ما معناه يعني ان الراجل مدي برامج شخصيه اعتقد انه تقريبا 3 ايام او 4 ايهم يعني هيبقى في راحه ثابته بالنسبه للاعب مع نفسه، ثم هذه التدريبات وانت جاي تقريبا انا بقول مثلا هتتوزن او مش عارف هيعملك. انا عايز اقول حاجه يا جماعه، اختبار ذكاء اللي هيكون مش كامل طبقا للنقطه اللي هو مديها له عن الثلاث ايام او 4 ايام المران الشخصي، هيكون ليه معاه موقف او حاجه من الشاربيت ما يسالوش العب ولا لا، انه رقم المخطط الاحمال موجود معاهم، لان النهارده كان يعني مش عايز اقول اسماء ولكن كان 2 3 لعيبه موجودين معانا في السوليه كان بيتمرن النهارده في المستشفى، كان في المستشفى فكان يعني فقالوا لي الكلام اللي الاستاذ عصام بيقوله ده ان احنا شغالين يعني مع مخطط الاحمال. لا انا عايز اقول اسلام حاجه، يعني ما هو ما فيش مدرب في الدنيا برضو بيمشي فوق، ما هو عنصر من عناصر، زي ما اللعيب بيبقى ما فيش توفيق في ماتش مدرب ما بيبقاش فيه توفيق في ماتش، لان انا كمدرب عندي ماتش بتاع بكره بتخيل حاجه معينه او عايز ارسم حاجه معينه او عايز اعمل كذا، صح صح، وممكن الحاجه دي ما توفقش فيها، صح، ممكن اكون حاطط رهاني على حد معين والحد ده ما يبقاش، الفكره هو قال كده تقريبا بس هو بس قال كده في المراجعات اللي الكابتن اسلام بيقولها انه لا دي استراتيجيه عايزه ايه يعني في بعض الحالات، هو بقى لازم حد يتكلم برضو مع الراجل يا كابتن استاذ عصام. طبعا يعني مع احترامي لكم حضراتكم، ان فكره الروتيشن ما ينفعش اعمل روتيشن في 7-8 لعيب، يعني انا لو هعمل روتيشن هعمل روتيشن في 2 لعيبه في 3 لعيبه، لكن اجي ماتش الطبيعي ان في طبيعه، هو قال ان بعض اللاعبين مش قصه خزلان او قصه ان اللعيبه مش خزلان، هي قصه القصه فيها هي بتبقى مبنيه على كده، ان هو واخد يا محمد ايه واخد مربع كده رسمه وشكل معين، فجاه حس انه لا مش هينفع فيضطر. بس هو في حاجه برضه، في حاجه برضه يعني بالنسبه برضه الماتش اللي فات، ما انا يعني لما اعمل روتيشن هنا بتتكلم على ماتش، بتتكلم على لا انا بمثل بس فتره مباراه، انا معاك برضه صح، لا ما اقصدش انا بمثل باخر حاجه بس، يعني نتيجه الروتيشن والكلام ده، ما تمثلش باللي قبله، ما تمثلش باللي قبله، لا يعني بنتكلم على الروتيشن، لا يعني ملخص هنا كان بيتعرض الماتش المصري ده كان نموذج، ده نموذج للمباراه يعني كان نموذج، احنا لاعبين الاسماعيلي ما كناش كويسين، لا يعني برضه في كور عليك فرص كتيره، لا يعني اقصد مثلا الكور هدفين، الهدف الاول بتاع بريستاو وبعد كده هدف حسين الشحات، لا انت بدايه من الشوط الثاني الماتش زامبيا اللي هو سيمبا خد، ممكن تتكلم في الحاجات اللي انت بتقولها دي. هو اللي انا عايز اقوله يا كابتن ان لازم يبقى في كلام مع راجل، فكره طبيعه الماتشات في الدوري المصري، ماتش الجونه دايما في ملعب الجونه من الماتشات اللي دمها تقيل على فرقه النادي الاهلي طبعا، مثلا المقاولين في المقاولين سموحه دي بقى لازم تتلغي، مش قصدي برافو عليك برضه يا محمد، انا بتكلم انا شايف ان الماتش كان يا كابتن، انا يعني انا بس اكمل كلامي في النقطه دي، صعب وكل حاجه، ولكن انا قصدي ايه، حتى لو هنلغي فكره ان الماتشات وشباب الماتشات دي بنزلها بالفول تيم، لو هغير اغير عنصر او عنصرين، شكل الاهلي في الشوط الثاني مختلف عن الاول، ضاغط الجونه على مدار 50 دقيقه، انا عايز اقول حاجه عشان معلش هنكمل كلامنا، ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، اتفضل يا استاذ. موضوع صن داونز، عشان الموضوع ده انا كل الاحترام اللي كنا بنتكلم في الفاصل يعني على ان كل الاحترام لفريق صن داونز، فريق محترم جدا، فريق لازم نستعدله بشكل كويس كويس جدا في دوري ابطال افريقيا السيزون ده، لكن ان انت تقلل من النادي الاهلي اللي 2017 بيلعب فاينل، 2018 بيلعب فاينل، 20 بتاخد دوري ابطال افريقيا، 21 بتاخد دوري ابطال افريقيا، 22 بتخسر دوري ابطال افريقيا فعل فاعل، 23 بتاخد دوري ابطال افريقيا، بقالك 6 سنين موجود في منصات التتويج، يعني بتاخد بطولات، بتاخد برونزيتين كاس عالم وبتاخد رابع عالم ورايح كاس عالم كمان اهو، رايح كاس عالم، هو ما وصلش فاينل يعني انا عندي 35 بطوله قاريه، وصن داونز عنده 3 بطولات قاريه بالبطوله اللي اتعملت عشانه دي مخصوص، دي الثالثه، دي التانية بالنسبة لي، لا لو حسبنا البطولات اللي هي ايه مش شرفية يعني،
فما تيجي تشوف بقى بعض من جماهير النادي الاهلي اللي اتمنى ان هم يعيدوا حساباتهم كل الاحترام، وانا دايما اقول الاهلي يحترم كل الفرق لكن لا يخاف احد ولا يخشى احد. ارجع تاني اي واحد فينا يرجع تاني للسيناريو المباراتين قدام سان داونز، انت لعبت مباراه اولى قدام سان داونز تكتيكيه كنا متراجعين ومتضايقين من الشكل وي لكن ما وصلوش زي ما كانوا بيوصلوا قبل كده، لما كنت بتفتح كان الموضوع بيبقى صعب عليك. جيت الماتش اللي هنا انا شايف ان احنا نستحق ان احنا نصعد، الكره عندتنا في اكتر من كره في العارضه، ضربه الجزاء بتاعت علي معلول وتروك، بس في خطوره، في خطوره في القصه ده محمد، انت قلت جزء مهم لكن الاهم ان سان داونز بدا يمسك خط جنب التخبيط في تقليل فكره ان الاهلي ما بقاش عنده اي ما يمكن ان يقدمه امام الفريق ده. خلي بالك بقى هم لما عرفوا كره شمال العربي الافريقي مصر والمغرب بداوا يعملوا زيك، سيبك من تضييع الوقت، وخالد علي ده جابوا ليه، ثم معدين ومحللين كانوا شوينج خالص بداوا يبقوا فاعلين اكتر. انت محتاج بقى لا رئيس، طب انا اقول لك على حاجه، انا اقول لك على حاجه، انا عايز اوضح بس حاجه عشان ما اخرجش من السياق. ما عنديش الكلام ده، ما عنديش ايه، النادي الاهلي ما عندوش اللي حضرتك بتقوله ده، انا بقول لك هم شغالين ازاي. ما هم شغالين ازاي دي، ما اصل انا برده السنه اللي فاتت قال لك ايه، اصل الجهاز بتاع سان داونز لما كسبوا الاهلي قال لك اصل الجهاز بتاع سان داونز 35 واحد. لا 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 مش بتكلم على العدد ولا ما عندناش زيهم، انا بتكلم على اكيد في دراسه تحدث الان ايه النواقص يا كابتن، لانه الفكره مش حكايه اهدرنا ضربه جزاء لو جت الاهلي، لا مش ده، ولا مثلا التوفيق غاب بس استاذ عصام خالص اللي ابو علي اللي انا عايز اكملها العامة. بس يا ايمن كمل معلش انا اسف، اللي عايز اقوله يا كابتن اسلام ان انت تقلل من النادي الاهلي عشان سان داونز خد بطوله، ما فيش فريق ما بياخدش بطولات وما فيش فريق بياخد بطولات طول العمر، لكن لما اجي اقول النادي الاهلي بقاله ست سنين مثلا، من سبع سنين ست سنين بيلعب فاينل وبياخد منهم ثلاث بطولات قاريه او اربع بطولات قاريه، فما بلعب سيمي فاينل كاس عالم قدام ريال مدريد، اما بلعب وباخد قدام بايرن ميونخ، في كان فين سان داونز؟ ما هو نفس الكلام كان ماكوينا، كان نفس اللي فات. ما انا بتكلم يا كابتن اللي لسه يعني ما. واللي قبليها كنت فاينل، ولو لولا قصه الاستاد اكتر، بس هناك من يصنع قول هم فريق محترم أكتر. فريق قوي قادم بقوه، بس ما ينفعش تيجي دلوقتي حتى ما اقدرش اقول معلش ابو علي، لا ما اقدرش اقول كمان ان هم قادمين بقوه، سان داونز موجود على الساحه بقاله فتره من 2001 يعني. انا قلق، انا شخصيا اشوف ان الوداد صح كده، انا على الاقل لان سكواده مش مكلف يا جماعه، ده التانيين يعني صارفين يعني بالعبيط. انا شفت فرقه سان داونز هنا الشوط الاول، انا كابتن كنت موجود في الاستاد، شفت فرقه سان داونز كميه اخطاء دفاعيه رهيبه، كميه توتر، الجون بيقع منه كميه كور بساط غلط، هم فريق ممتع سنة. جهازهم التحليل وخالد والناس اللي موجوده قاعدين قدامنا في مقصوره الصحفيين قمه التوتر وبيتكلموا كلامه حتى في البتاع ده اللي انا عايز اوصل للجماهير الصصام، انا مش عايز جمهورنا يفقد هويته اللي هو إن اللي عظمه النادي الاهلي، هم فريق ممتع لا يصنع الصنم العجوه ده، هم فريق ممتع نقدر نقول فريق ممتع بيلعب كره مختلفه في افريقيا، نقدر نقول فريق بيشتغل يعني، هم بيطوروا نفسهم ان هم ازاي دايما موجودين على الساحه، ازاي يسيطروا عندهم في جنوب افريقيا، لان برضو الكره جوه جنوب افريقيا والفلوس جوه جنوب افريقيا كتير، فهم ازاي ان هم يقدر يستفيد ان هو يسيطر على الكره هناك، فيبقى دي عوائد بالنسبه له، دي حاجه كويسه هم عملوها، وعندهم المدربين بيقعدوا بالفترات الطويله ان هم نادي يستحمل الفكره دي. لكن في النهايه النادي الاهلي اخر فتره ممكن احنا كنادي عندنا بعض المشاكل في النتائج معاهم، ولكن هي مش لازم الناس تتكلم فيها عقده، لا هي مش عقده، اخر اربع خمس ماتشات عندنا مشاكل خلاص بتحصل، ولكن حتى في فتره مشاكل النتائج دي مرتين بس اللي تاثرنا بيه 2019 والمره الحاليه في الدوري الافريقي، ولكن زي ما ابو علي كده اسرد بس انت انا مصمم ان احنا خرجنا من بطوله الدوري الافريقي يا كابتن، دي قصه تانية بفعل فعل، حتى ماتش السوبر اتظلمت فيه بالفار وضربه والهدف بتاع كهربا واللي حصل، ماتش سيمبا هناك ليك ضربه جزاء حاجه، وان اللعيبه او اغلبيه بصراحه شديده يغيب عنها الروح يا ابو علي، ده صعب في النادي الاهلي. لا 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 استاذ عصام، لا ازاي يعني، انا موجود، مفيش لعيبه غاب عنها روح، ازاي يعني، هو انت معلش، هو انا كده بتهمهم بحاجه لا اخلاقيه، حتى لو انت مستواك قل اديني العداله او اتعامل معايا تحكيميا صح، لا ده موضوع يعني تاني، ان انت انا وحش بس اديني الضربه، انا لما اتظلم في السوبر ماشي بهدف كهربا اللي الناس كلها قالت انه سليم، لما اتظلم ماتش سيمبا المهمه دي
ايه لما اتظلم في ماتش سيمبا، لما اتظلم في ماتش سان داونز في بريتوريا، يعني لما اجي هنا الكره بتاعت سيمبا لو اتحسبت الكره بتاعت الوضع كان اختلف. ما كسبناش 3-2 ليه؟ ما حتى لو اتغلبت ما كسبناش 3-2 ليه؟ مين خلى علي معلول الراجل اللي الراجل عارفه انه النسق نفسه؟ يا جماعه احنا بنتكلم في مراجعه، وانتوا اهلاويه وانا من البحر الاحمر، انا بكلمكم كلام في الكوره عشان اتعودنا هنا ان احنا نقول للناس هناك فارق بين غياب التوفيق. لكن عارف بقى لو العرض اتدغدغت في الماتش ده اقول لك على طول. طب اتدغدغت في الماتش ده انهي ماتش؟ تاني؟ لا ماتش سيمبا. تمام؟ سيمبا. لا انا بحسب احنا هناك نجيب جول فنكتفي. انا ما ضيعتش يا عم، هم اللي ضيعوا. ايوه بقول لك احنا مضيعين اربع خمس جوال. اللعيبه اللي كانت بتلعب انا مالي، انا ما ضيعتش. لا انت بتقول اللعيبه فاقده الروح والحماس. الروح والحماس دي مش حاجه غلط. الروح انك انت طالع من الملعب في الدقيقه حاجه و70 اطلع من اقرب نقطه. بص حاجه قد ايه؟ مش تقطع الملعب عشان تيجي تطلع من عند الراجل اللي ماسك اليافطه دي. لا يعني دي حاجات انا بتكلم اصحى فيها. ايوه دي حاجات انا فاهمها، لكن ما اسهل العوده. مش هقول ما اسهل العوده. بص يا عصام، انا مش بتكلم لو في لعيب ما عندوش روح او في لعيب مزعلان، لكن انا على فرقه عامله كل الانجازات دي او ماشيه بالشكل ده فنيجي نقول احنا وتتظلم منهم. لا انا بتكلم على لعيبتنا، بنتكلم على البعض. استنى، لو ما قلناش بعض الحاجات دي بعد اذنك او على الاقل حد مننا قالها، يبقى ايه؟ الاهلي اعظم حاجه هذا وبالله التوفيق. انزل لا لا، هي الفكره كلها ان صن داونز فريق قوي، فريق جيد، نبارك له على اللقب. انا ما بتكلمش عن صن داونز خالص، ولكن النادي الاهلي بالطريقه بشغلنا اهو. الناس لعبت يا عم، دي الناس كانوا على البعض كانت فكه، وحتى بعض الاعلام كلامنا كتير عليه على صن داونز. هو ده اللي هيدينا الوضع ان احنا بنتكلم. الماتش راح لحاله وخلص، والدنيا خلصت زيه زي اي فرقه ثانيه. كانت واقعه يا كابتن حشيش. صن داونز مين؟ انا بتكلم على ان احنا نعمل كده عشان ننتظر كاعلام اهلاوي باذن الله بعد جلسات المراجعه اللي قالها الكابتن اسلام، ان جمهور الاهلي هيبقى عارف كويس قوي اللي انتوا بقى قلتوه، اللي هو لا بأس ابدا من بعض التصحيح اللي فورا هيعيد الاهلي لقمه الجدول وكذا. انا بس عايز اوصل لحاجه اخيره جدا في هذا الامر، لانه امر مهم جدا. انا بس عايز اللي كان قاعد او اي حد قاعد بيتفرج على الحلقه اللي احنا الكباتن بيتكلموا فيها هتعرف لماذا النادي الاهلي دائما ناجح. خلي بالك الحلقه دي مش هتشوفها في حته، يعني لو هناك قناه نادي اخرى، وانا هنا ما بتكلمش على قناه الزمالك، خلي بالكوا برضو بتكلم، لو ده الطبيعي اي نادي في العالم هتطلع تقول كده. محدش هيطلع يتكلم بهذا الشكل يعني. لكن انت هنا بتقول انا عندي اخطاء 1 2 3 والحل بتاعها من وجهه النظر المختلفه. الاثنين بيحبوا النادي الاهلي، والاثنين بيموتوا في النادي الاهلي، وكل واحد له. وبقولها وانا ناجح كمان، واول دوري واول كذا واول كذا، بقولها وانا كده بالظبط. فانا بقولها في كل المواقف وفي كل الامور، وبالتالي قعدة الحوار اللي احنا اللي حضراتكم شايفينها دي صدقوني مش هتلاقوها في حته ثانيه. مفيش نادي ثاني مستحيل يتكلم بهذا الشكل على نفسه. ان انا يا جماعه طب ما انا سهل جدا ان انا كنت ارد على حضراتكم واقول لكم الكلمتين اللي اتقالوا في الاول، ده احنا اول دوري واول بتاع معلش يعني وده حاصل، والدوري الافريقي انا ما خسرتش حاجه، اديني لعبت للدور اللي قبل النهائي وما حصلش. وبعدين اسلم في نقطه في نقطه مثلا يعني انت كسبان مليون و700 الف كمان يا استاذ عصام. دول السوبر الافريقي انا اتغلبت ولكن اتغلبت لان لو ما اتحسبليش ركلتين جزاء ومش عارف ايه والكلام. لكن انت احنا بنقول ايه؟ ان الراجل نفسه وإدارة الكرة في النادي الأهلي قعدوا مع بعض واتفقا على أن الأيام القادمة عندنا بعض الأخطاء يجب أن يتم إصلاحها. عارف حضرتك قلتها كده، مهم جدا الموضوع. وعندنا بعض المراكز يجب تدعيمها وهيتم تدعيمها بأسماء كبيرة جدا. جابها بالأرقام كلام حضرتك في فريم أن النادي الأهلي يبقى النادي الأهلي، جابها بالأرقام. ومحمد أبو علي قالها صح جدا في الفكرة بتاعت أنه فعلا لو أنت كنت موفق وجد أنا عارف أنه ده يقلب، لكن ما تعودناش أن النادي الأهلي يبقى عنده لغو عشان يصنعوا له كام حاجه الذين لا يحبوا الاستمرار. انا معاك هو خمس بطولات بس بقول ان انا اتظلمت قبل ما نطلع. انا عايز اكد على فكره ان الاهلي في كل الماتشات اللي لعبها في افريقيا السنه دي اتظلم تحكيميا، بدايه من بغض السوبر بغض النظر عن كانوا محضرين له الظلم اصلا مش الظلم بغض النظر عن المستوى الفني اهو.
احنا بنقول اهو ومستوانا الفني عن المستوى الفني مستوانا الفني انا لسه لازلت مقتنع ان احنا عملنا شوط هايل قدام سيمبا وملعب سيمبا ده ملعب صعب جدا والاهلي راح هناك الشوط الاولاني حتى لما جابوا جون والتاني اي فريق بعد الشوط الاولاني اي فريق بعد الجونين دول يا كابتن في اول 10 دقايق وقعوا اي فرقه صحيح. ان انت تقدر ترجع وتسجل وبعد كده تتماسك كان ممكن يبقوا 3 و4 ماتش يفتح منك صحيح. لكن انت بشخصيتك بخبرات الفرقه عندك قدرت ان انت تتعادل جيت هنا الماتش العوده يعني انت صعدت لازلت مصمم ان احنا ماتش صن داونز هنا كنا ممكن نكسب لو ضربه جزاء بيرستاو كانت حسبت كانت الموضوع اختلف خالص انت جاي هنا انت الاهدى انت اللي متعادل هو مطالب ان هو اللي يسجل كان علي معلول حتى يخش يشوط ضربه جزاء باريحيه غير التوتر اللي كان فيه التسرع اللي كان عند اللعيبه التوفيق ما كانش الله عليك. التوفيق ما كانش محلفنا في كره كهربا في كره بيرس في العارضه ضربه جزاء مؤكد. لكن انا مش شايف ان احنا منهارين يا سيدي لا الفريق هو ده لا بنرد يا جماعه احنا بنرد على زي ما كابتن اسلام قال كده احنا لا سقوط لا في سقوط اهلي ولا في انهيار كولر بس يعيد حساباته في التغييرات الكتيره كابتن كابتن اسلام دايما بياخد ضمير الغائب الى جانب ما لديه من معلومات اولا كرجل مقدم برنامج ثانيا كرجل لديه هذه الخبرات طبعا. انا بقول لك صوت الجمهور زي ما حصل اللي هو بيقوله لا يتكرر الا في النادي الاهلي انما صوت الجمهور عشان فعلا محمل برسائل كذا كذا حضرتك اكدت بالارقام انه ده مين اللي بيقول كذا ومحمد ذكرها كما يكون بيكتب مباراه تحليليه بالظبط ده ما يتشافش الا هنا صدقوني خلاص ما حدش هيتقبل من جمهور الاهلي معلش طيب. كلام من اي حته ثانيه أيوة. انما هيتقبلوا أيوة. من قناه الاهلي لان عارفين الناس اللي قاعده دي كلها اولا احنا مش تجار ولا سياسيين ولا حاجه احنا بتوع كوره ولاعيب كوره وفي المقام الاول النظره التشاؤميه وان الاهلي منهار والاهلي خسر والاهلي لا انت خسرت بس في ظروف لكن انت كسكواد وكفريق انت بطل 5 بطولات السنه اللي فاتت عندك مدير فني محترم عندك سكواد محترم جدا لما بتلعب بالفول تيم بتاعك وتلعب بالعناصر الاساسيه الشكل بيبقى مغير اللخبطه اللي حصلت دي بدايه من ماتش المقاولين لما غيرت تغييرات كتيره جدا ماتش سيراميكا نفس الكلام يعني كان عندك تعديلات في مراكز ماتش الجونه التغييرات اللي عملتها وبدايه راحت 6-7 لعيبه هو ده لكن لما بتلعب بالفول تيم بتاعك وتلعب بالعناصر الاساسيه شكلك بيبقى مختلف وتكسب اي حد ابو علي منهار ازاي وانت اول دوري عادي ما ده اللي انا بقوله كده ده اللي سيمي فاينل لا ده طيب. اللي بيسلط عليه طيب برافو عليك يا استاذ عصام هذا هو الامر ان هناك البعض بيحاول ان هو يوصلنا لهذه النقطه عشان كده احنا انا كنت مصمم النهارده ان انا اتكلم في هذا الامر تحديدا ان هناك بعض العناوين الرنانه وبعض العناوين الصحفيه والمواقع اللي بتنتمي لبعض من لا يشجع النادي الاهلي وخلي بال حضراتكم لان جمهور النادي الاهلي من حقه ينتقد كيفما شاء ويفعل ما يشاء ده وجهه نظري الدائمه في هذا الامر وحضراتكم عارفين فاللي انا بقوله ان ما يحدث الان ان هناك البعض بيحاول ان احنا يجرنا ان يكون هناك ان احنا نشد الفريق ان انت تشد الفريق تحته ان يكون هناك محايدة خناقه اقول لك حاجه بين اللاعبين والجهاز الفني والجماهير ولكن هذا لن يحدث في برنامج عم بيطلع فاصل بعد ماتش صن داونز على طول المحلل بتاعه قام والتتر بينزل كان قام رقص اقسم بالله والتتر أيوه. نزل عليه والله كانت فضيحه لو في اللي قال لك وما خدش باله وشاوروا له ان هو يلحق يقعد شهور بينما الحكايه قصه ثانيه خالص قصه ثانيه خالص وكلام كبير جدا جدا هنبدا نفتحه لحضراتكم خلال الاهلي ياخد باله بس يا كابتن من خلال حضرتك اهم حاجه ان كل جمهور النادي الاهلي يبقى واخد باله من اللي بيحصل وشايفين ايه اللي بيحصل وعارفين ايه اللي بيحصل بننتقد دي كل يعني اعتقد ان مفيش حد انتقد زي ما اساتذتنا وكباتننا انتقدوا بهذا الشكل ولكن في النهايه إذا كان هناك انتقاد فهو انتقاد لصالح العام والراجل ومن كلام الراجل خد بال حضرتك كل الكلام اللي بيتقال ده هو من كلام الراجل وهو بيتكلم مستر كولر وهو بيتكلم عن أن هناك بعض الأخطاء التي سيتم إصلاحها خصوصا بعد هذه الفترة خلينا نطلع نشوف أو فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع من الفاصل على تقرير عن منتخبنا الوطني عشان برضو نرجع نتكلم عن المنتخب ورحلته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 يستعد منتخب مصر الأول لخوض غمار منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك
وستكون مواجهته الأولى في مشوار التصفيات أمام منتخب جيبوتي يوم 16 من نوفمبر الحالي على استاد القاهرة الدولي. وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون وإثيوبيا، بالإضافة إلى منتخب جيبوتي. وشارك منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 15 مرة سابقة قبل مواجهة جيبوتي، وفاز فريق الفراعنة في المباراة الأولى 12 مرة مقابل 3 هزائم، بينما لم يعرف التعادلات في ضربة البداية. وكانت المباراة الأولى لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم عام 1934 أمام شقيقه الفلسطيني، وحقق الفوز بقيادة مختار التتش بنتيجة 7-1، وتأهل إلى النسخة الثانية من كأس العالم في إيطاليا عام 1934، كما حقق الفوز على ليبيريا 2-0 في افتتاح تصفيات كأس العالم إيطاليا عام 1990. تخطى تشاد في مستهل مشوار تصفيات كأس العالم روسيا 2018، وهو أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل للمشاركة في كأس العالم. ويدخل منتخب مصر مواجهة جيبوتي بمعنويات عالية على أرضه ووسط جماهيره، المتوقع أن تساند الفراعنة من مدرجات استاد القاهرة مساء الخميس. وينتظر أن يتأهل 9 منتخبات إفريقية مباشرة إلى كأس العالم 2026 بعد زيادة عدد المنتخبات في النظام الجديد للبطولة، والتي ستضم 48 فريقا بدلا من 32 فريقا في النسخ السابقة من المونديال. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى كابتن حشيش. هاخد من حضراتكم مباراه، عندنا مباراه او اولى المباريات في تصفيات كاس المؤهله لكاس العالم 2026. كل ما نيجي نتكلم هنقول ايه؟ امريكا، كندا، المكسيك، هترص لسه ربنا يديها العمر ال 20 30، ارجنتين، مش عارف، اسبانيا، برتغال، دي 6 دول. خد بالك روسيا يعني كانت كده برضه، روسيا كانت بين الدول والدول بين المدينه والمدينه بلد يعني عايز اقول ده ماتش مهم جدا مع جيبوتي. هنا هاخد حضراتكم للسؤال الاهم. هو دايما ليه يقول لك ايه ده ماتش سهل يا جماعه، احنا مش عارف هنكسب كام، 6 ولا 5، زي الكلام اللي كان بيتقال. اولا يعني البدايه طبعا من اول ما الواحد وقع الكوره اسهل تصفيات ونظام عشان توصل بيه كاس عالم، ده مبدئيا يعني ان شاء الله باذن الله. المجموعه بتاعتنا زي ما احنا عارفين يعني كلها فرق اقل من مصر في التصنيف والمستوى والتاريخ وكل حاجه. يعني المشكله عندنا هي في المباريات الفرق الصغيره، الفرق الصغيره اللي بتقول ده سهل ونكسب ونكسب، هي تيجي هي دي العقده، هي دي العقده بتاعتنا. لان انت بتنزل مره النايجر فش تريح الكره، ليبيريا، حاجات غريبه. الكره بتبقى عايزه طبعا تركيز كامل، سواء يعني بتلعب مع فرقه قويه فرقه ضعيفه لازم التركيز واحد، لان الكره ما بتعرفش النص نص، يا بتلعب بجد وبحماس وبروح وعايز تكسب، يا اما لو قلت الحاجات دي ما بتعرفش. صحيح. البدايات لازم تستغل الفرق دي، ان انت تكسب الفرق دي عشان تجمع نقاط في البدايه يسهل لك فيما بعد. فالبدايه لازم تكون قويه، ولازم يبقى في التفاف جماهيري كمان على مباريات منتخب مصر، مش زي المباريات اللي فاتت. كابتن ماتش يوم الخميس والساعه 7، وان شاء الله اللي انا عارفه ان الارقام التذاكر يعني او ثمن التذاكر هتبقى ارقام كويسه، فبالتالي تقدر تروح وتعمل ده. مليون في الميه ده مهم جدا عشان حتى اللعيبه في الملعب والمنتخب يحس ان الجمهور بتاعه بادئ معاه من اول المشوار. ما فيش حاجه اسمها اصل المباراه نص نص، اصل المباراه سهله، ما فيش حاجه سهله. الفرق الصغيره دي فرق متعبه جدا، وما بقاش في دلوقتي مباراه سهله. صح. الارقام اللي معاك ايه يا ايمن؟ بتتكلم قلت لي ادي الارقام اهو اسهل مش عارف ايه. يعني سريعا انا عايز اخدها من زاويه ثانيه. لا صعبه تشام، انا في المنظر ده صعبه تشام. يعني ننزل لها بالحته بتاعت المقاعد بتاعت المنتخب ده 48 منتخب. تمام. افريقيا ثاني قاره عندها عدد مقاعد رسمي يبقى موجوده بعد اوروبا، عندها 9 اماكن غير النص مقعد. تمام. فتسع مجموعات، في 9 هيتأهلوا بشكل مباشر. هنقول لكم النص مقعد ده ازاي. انت حضرت المقعد الواحد
لا ما حضرتك الخمسه حتى الثلاثه ما كنتش لا 74 يا كابتن زائر راحت مكاننا في اسهل برضه مباراه تخيل قاره كامله هل احنا هنبقى ال 11 دي تبقى كارثه لو احنا المنتخب رقم 11 فما نصعدش لا يا عم تفاءلوا خير ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا ونصعد افريقيا فيها تسع اماكن تسع اوائل المتصدره في مقعد بقى في حاجه كده عاملينها اسمها ملحق عالمي الملحق العالمي ده عشان توصل له من افريقيا احنا مالناش دعوه يعني ممكن نستعرض الجدول الناس تعرف القارات كلها لو موجود بالظبط لكن بالنسبه لافريقيا التسع قلنا خلاص تسعه بيتاهلوا بشكل مباشر بعد كده من في تسع ثواني هيتاخد احسن اربع ثواني ممكن نخلينا في المقاعد الاول ماشي طيب كلها بعد كده نخش في الملاعب حلو قوي افريقيا تسعه وعندنا في فرصه لفريق في الملحق ماشي امريكا الشماليه والكاريبي والوسط سته في منهم ثلاثه خلاص موجودين اللي هم كندا وامريكا والمكسيك منظمين ومعاهم فرصتين في الملحق امريكا الجنوبيه هي قاره كلها 10 منتخبات هيروح منها سته وعندهم فرصه في نص مقعد عندهم نص يعني اوقيانوسيا لاول مره في التاريخ هيبقى ليها مقعد بشكل مباشر ما تروحش عن طريق ملاحق وغير مكان في الملحق اوروبا 16 وما عندهمش حد في الملحق اسيا 8 وعندهم ملحق الاجمالي اللي هيتاهل بشكل مباشر 46 منتخب واثنين بس هيتاهلوا من الملحق من ست منتخبات تمام نيجي للملحق بتاع افريقيا هيتعمل ازاي في اربع منتخبات افضل مركز ثاني من التسعه يعني خلاص الاول راح في تسعة ثواني هيتاخد احسن اربعه منهم يلعبوا سيمي فاينل وفاينل هيطلع منهم منتخب هيتاخد اربعه من افضل اربعه من تسعة ثواني يعني افضل اربع ثواني من تسع مجموعات والافضل ده بيتحسب ازاي بقى بالنقاط يعني هي بالنقاط جدول كل مجموعه جدول كل مجموعه يجيبوا الثواني يشوفوا بالنقاط مين فيهم بالظبط كده هيتاخد بقى الاربعه دول يعملوا سيمي فاينل وفاينل هيتاهل واحد منهم الواحد هيروح الملحق العالمي الملحق العالمي ده فيه ايه بقى هيبقى فيه ست منتخبات يعني منتخب افريقي معاه خمس منتخبات تانيين الستة دول هياخدوا اتنين اول اتنين في التصنيف دول باي في النهائي الخمسة منين بقى ايمن ما الخمسة عندنا في ممكن اتنين من امريكا الشمالية اللي هو في واحد من امريكا الجنوبية في واحد من اوقيانوسيا وواحد من اسيا يعني هيبقى عندك واحد من امريكا الجنوبية الجنوبية اللي اقواهم يعني الجنوبية لا عندك ممكن حد من صعبة جدا أنا في ستة دول في أربعة منهم هيلعبوا سيمي فاينل يطلعوا اثنين يلعبوا أحسن اثنين من الستة دول في التصنيف فاهمين الفكرة؟ يعني هم ست منتخبات هيشوفوا تصنيف الست منتخبات دول إيه؟ واحد اثنين تلاتة أربعة واحد واثنين دول هيلعبوا فاينل على طول حط واحد هنا فاينل واحد هنا فاينل يطلع له واحد من اثنين من الأربعة دول في اثنين يلعبوا مع بعض اثنين يلعبوا مع بعض يصعدوا فاينلين الفاينلين دول يصعد منهم منتخبين لكاس العالم زي كاس عالم يعتبر مصغر انا في وجهه نظري ده زي كده ايه دي اصعب من التصفيات دي اصعب من التصفيات واعتقد دي كمان اللي هتبيع عليها فلوس كتير ده بقى يبيعوا لان الناس في العالم كله قاعد بيتفرج على في ست فرق هيولعوا في بعض عشان فرقتين يصعدوا لكاس العالم هل مصر انا مش قصدي حاجه والله نلحق هل مصر من تسعة مش تبقى موجوده ومن الملحق لا ده انا اسف ده لو حصلت ان شاء الله يعني نبقى عايزين نستحضر روح الاستاذ نجيب الرحاني يقول له نص واحد يا مفتي انا بس يا كابتن في نقطه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها التصفيات دي انت هتلعب فيهم يعني هتلعب فيها ماتشين السنه دي يعني حسب الجدول والسنه الجايه كلها هتلعب ماتشين صح وبقيه التصفيات كلها في 2025 ده اتمنى ان احنا نركز في النقطه دي وفيتوريا يكون دارس الكلام ده مع اخواننا في اتحاد الكره يعني لو واخدين بالهم من النقطه دي ويشتغلوا على النزول بالاعمار السنيه ويبقى في جانب كبير جدا من المنتخب الاولمبي مرصود من قبل روي فيتوريا لان انت عايز لعيبه ودي كانت دايما مشكلتنا بنبقى ماشيين كويس اللعيبه بتتغير لعيبه بتتصاب لا قدر الله لعيبه بتكبر في السن لعيبه بتبعد هتعدي السن بالظبط فانت لازم يا كابتن كاس عالم 26 بالظبط لازم تشتغل من دلوقتي ازاي تنزل بمعدل الاعمار السنيه بتاع الفرقه 32 33 كمان لا وفي ناس مستواها بينخفض وفي انت بتتكلم على المستوى البعيد لا موضوع كبير فلازم من دلوقتي نشتغل على النقطه دي وتبقى مهمه جدا والناس اللي بتخطط للكره المصريه نشتغل على المنتخب الاولمبي بقى بالظبط يا كابتن يبقوا مركزين على عدد من اللعيبه بتاعه المنتخب الاولمبي طبعا اللي في نفس اماكنهم لعيبه في منتخب مصر سنهم كبير مش بدون دخول في تفاصيل او اسماء بالزبط. الناس دي تبقى ستاند باي في يعني اي لحظه خليها مراحل حتى
بالظبط المرحله الاولى اخدهم معايا معسكر، العبهم ماتشات وديه، ادخلهم اجواء المنتخب الكبير، تمام. اعدهم من دلوقتي لان انا عندي التصفيات، يعني انا عندي بالظبط في سنه 25 لو ربنا يعني ادانا عمر ست ماتشات من التصفيات في 2025 وماتشات مش سهله. تاني نقطه لازم اخد بالي زي ما حضرتك بتتكلم يا كابتن حشيش على الماتشات السهله، احنا دايما مشكلتنا الازليه ودايما صح. يعني تبقى مركز مع كوت ديفوار تلاقي السنغال صعدت، أيوة صح. تبقى مركز مش عارف مع غانا تلاقي غينيا عامله لك مشكله. استاذ عصام ايضا عندنا مباراه مهمه جدا، ممتنع عن التصويت ليه؟ لانه كل اللي اتقال ده تمام حسب الله ونعم الوكيل لو ما رحناش، ده رايي الفني. والله انا معايا من الاخر اخد انا صوت استاذ عصام، احنا لسه هنقول عايز ربع في الرغيف يعني ناخده مانشيت ده. لا يعني اقصد ده ناخده مانشيت، انت ممكن تحاسب الله ونعم الوكيل، انت ممكن تحاسب فيتوريا على الدرو ده بالدرو ده. لا لسه اقول له شوف لي ربع ورغيف ومش عارف ايه، ايه يا عم ده انا اخش اقعد على اتخانه ترابيزه واطلب المنيو؟ لا منيو ايه، اطلب الديك نفسه. لا يا كابتن والله لا يا فرقه صعبه، خلي بالك خلي بالك برضو ما هو الكره طول عمرها صعبه، في مستويات يا جماعه وسي كلاس وبي كلاس خلي بس اقول لكم مصر هتلاعب مين، انما كده كلاس نقعد ندور على نص مقعد ليه يعني؟ طيب ان شاء الله ما نوصلهاش دي. سيراليون يا ساتر، غينيا بيساو، اثيوبيا، وراهم حاجه غير حرق دمنا. ايوه ما انا فاهم قصدك. وجيبوتي انا شايف اصعب فرقه طبعا بوركينا فاسو، انا ازممك فرقه صعبه جدا، وريني كده فرقه صعبه. لا بس عيني في عينيك والله، بوركينا فرقه محترمه وعندهم فريق ماتشاته صعبه جدا حبايبي والله انا عارف. واحنا احنا بقى احنا مشكلتنا الازليه دايما الفرق الصغيره. فاكر النايجر يا كابتن وجورج وايا وماتش ليبيريا وماتش ناميبيا بلعب 2008 مع كابتن جوهر. لا سيبك من هنا، 8 كسبنا السنغال وتيجي مش عارف مين، وبعدين اتغلبنا من تعادلنا مع ناميبيا مش فاكر ولا لا، دخل فينا جونين ما لهمش عازه، كسبنا 8 خلاص. طب حميد بس احنا ما ينفعش نطلع مريحين ابدا. عموما نتمنى يا رب اخر حاجه كابتن مين هو عمل لنا حاجه ان نطلع مرتاحين بقى؟ لا دايما لازم من دلوقتي يا كابتن يبقى في حملات توعيه صحيح وحشد من جماهير الكره المصريه مهمة جدا لمؤازره منتخب مصر. مين اللي هيعملها؟ محتاجين حلقه والله اعلامنا مسؤولين عن اتحاد الكره. ما ينفعش منتخب مصر، احنا بنشوف كل دول العالم يوم ما المنتخب بيلعب الاستاد بيبقى متقفل. موضوع مختلف. احنا نتمنى انه اتمنى ان الجماهير انا وعدك ان انا من قناه الاهلي النهارده قلت كده كويس والله يا كابتن، كنت لسه والله حضرتك اتكلمنا في هذا الامر بكره هتكلم في كده. دايما جمهور النادي الاهلي يمثل كام في المية من جمهور مصر؟ قد ايه؟ لا حاله التوعيه وحق الجماهير بقى في مصر على القناه يكون في حاجه. انا كنت لسه اقول لقيتك ما شاء الله مجهزين واضح يعني، فبتقول هيحصل كذا كذا. صحيح اتمنى انه ضمن خارطه قناه النادي الاهلي دايما اطلاله على الناس. طبعا بتروح بس الماتشات لا احنا المفروض المنتخب بتروح كل مش بس الجمهور يروح، قصدي يبقى في دايما القاء الضوء على، لان اللي بيقولوا ابو علي ده كلام انا بحاول اخففه اللي هو اللي كان ليه حق. طبعا هي المواقف دي على طول عشناها جيل ورا جيل بقى، ايه ده يعني وقت المنتخب ننحي بقى اهلي وزمالك واسماعيلي وما كلنا على قلب رجل واحد ازاي ندعم منتخب مصر ان ربنا يكرمنا ونوصل كاس عالم. ابو علي انت بتفكر كمان دلوقتي، يا ريت بقى نبتدي نفكر في حاجه ابعد. طيب. ان احنا ما بقاش كل مره احنا عايزين نوصل لحته ابعد كمان في كاس عالم، مش احنا بنفكر نقول يا رب نوصل بس يا كابتن حط رجلنا يعني بنقول يعني لسه لغايه النهارده بنقول يا رب نوصل. يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وان شاء الله يكون هناك يعني ان شاء الله يوم الخميس القادم يكون عدد لسه كنت عارف ان 30,000 متفرج ان شاء الله. الامن سمح ب 30,000 متفرج في مباراه منتخبنا الوطني امام منتخب جيبوتي يوم الخميس القادم ان شاء الله. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وان شاء الله يبقى هناك 30,000 متفرج في هذه المباراه. شكرا جزيلا يا كابتن حشيش على وجودك معنا. شكرا ايمن جيلبرتو، شكرا محمد ابو علي، شكرا استاذ عصام، شكرا كابتن على وجودكم معانا النهارده. وكالعاده استمتعنا بوجودكم معانا وكلامكم الصريح القوي اللي دايما بيكون في حب النادي الاهلي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.